أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدئ الفاسكولار سيستم لكتشر 1. والفاسكولار سيستم ليتل بيت إيزير ذان الهارت. في حاجات لطيفة جدا وموضوعات شيقة، لأنه في شوية فيزيكس وأنتوا بتحبوا، أنا عارف الفيزيكس، لأن أنا عاوز شوية تفكير، والتفكير ده شيء بيبقى لطيف. فتوكل على الله ونبتدئ الفاسكولار سيستم ليكتشر 1. طيب اول حاجه نحب نقولها يا اولاد انه الكارديوفاسكولار سيستم جنرال سبيكينج، كنا اتكلمنا عليه قبل كده، كما يوحي اسمه كارديوفاسكولار، يبقى هو عباره عن هارت بامب وبايبس اللي هو الفيسلز. احنا اتكلمنا على البامب اللي هو الهارت، واحنا بصدد ان احنا ندرس الفيسلز. ففانكشنالي ممكن نتخيل يا اولاد خمس انواع اساسيه من الفيسلز حسب الفانكشن. اول حاجه عندنا اللي هو الاورتا واللارج ارتريز، دي اول حاجه. بماذا تتميز الاورتا واللارج ارتريز؟ ليتس سي. بتتميز الاورتا واللارج ارتريز بان فيها الاستيك فايبرز، زي ما انت شايف كده اهي، الاستيك فايبرز which allow the aorta or large arteries to distend، يعني تتسع and recoil، وتضيق. وتعالى نفهم حاجة يعني كتير من الناس يمكن مش واخدة بالهم منها، ان احنا actually في الهارت يا اولاد عندنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان الهارت بي pump the blood في السيستول and does not pump the blood during diastole، يعني لما يكونتراكت اللي هو السيستولي بامب البلاد. طب في اثناء الدايستول ريلاكسيشن ات داز نوت بامب البلاد. فكان مفروض الفلو اوف بلاد يبقى انترميتنت، متقطع. لما في اثناء السيستول يمشي الدايستول ما يمشيش، السيستول يمشي الدايستول ما يمشيش، يبقى الدم يمشي انتربتد مش كونتينوس فلو. فدي اول وظيفه الالاستيك اليمنتس اللي موجوده في الاورتا واللارج ارتس، انها بتنشور continuous flow and prevents intermittent flow. تعال شوفها ازاي، عايزين نفكر. احنا قلنا السيركوليشن لطيفه ان فيها تفكير. دلوقتي ادي الفيسل وادي الهارت. الهارت بيضخ الدم في اثناء السيستول بس. جزء من طاقه السيستول بتختزن في الالاستيك اليمنتس اوف ارتز to be utilized during diastole. يبقى الهارت يزق الدم في السيستول وجزء من طاقة السيستول يختزن في الإلاستيك إليمنتس بتاعت الأرتز to be utilized during diastole. يبقى ده يزق في السيستول وجزء من الطاقة مختزن في الإلاستيك إليمنتس يزق في الدايستول. شيء رائع لما الواحد يتصور إزاي ربنا حل المشكلة بتاع إن البامب بتضخ الدم في الكونتراكشن بس في السيستول بس، ولا تضخه في الريلاكسيشن اللي هو الدايستول. بأن ربنا خلى أول ارتز الأورتا واللارج ارتز فيها إلاستيك إليمنتس بيديستند في فترة السيستول، جزء من الطاقة اختزنت في الإلاستيك إليمنتس ليعاد استخدامها في الدايستول. يبقى الهارت يزق في السيستول والارتز تزق في الدايستول، فبقى الفلو كونتينوس. تاني ميزة رائعة، لأن الهارت بيضخ الدم في السيستول بس، فكر معايا، كان مفروض لو ما فيش الاستيك اليمنت ده الهارت بيضخ بس في السيستول، كل الدم بيدخل في السيستول، كان المفروض السيستوليك بلاد بريشر يرتفع جدا وما فيش ضخ في الدايستول خالص، فكان المفروض الدايستوليك بلاد بريشر دروبس تو زيرو، يعني الضخ. لو ان ما فيش الاستيك اليمنت ده كل الدم بيدخل في السيستول، يبقى كان السيستوليك بريشر اعلى جدا، وما فيش دم بيدخل خالص في الدايستول، كان المفروض الدايستوليك ينزل لزيرو، لكن هذا لا يحدث.
ان في اثناء السيستولي بتاع الارتز بتمنع الارتفاع الشديد في السيستوليك بريشر، تخليه على بس في الطبيعي 120. طيب وفي اثناء الدايستول الريكويل بتاعه الارتز لما بتصغر بتمنع الانهيار في الدايستوليك بريشر، لما بتصغر بتحافظ على الضغط، بتمنع ان الضغط بينزل بس ل 80. فبقى مور اور ليس الضغط متقارب ما بين السيستول والدايستول. لو ما فيش الاستك ده كان، تخيل لو ان الأورطة انبوبة حديد ميتال تيوب، كل الدم بيدخل ستول بريشر على جدا بستول، مفيش دم بيدخل خالص في دايستول ينزل لصفر. لكن لان فيها الاستيك اليمنتس بتتسع ديستاند في السيستول، فالاتساع بيمنع الارتفاع الضخم في السيستوليك بريشر، خليه على بس ال 120. طب في اثناء الدايستول مفيش دم بيدخل، الريكويل بيحافظ على الضغط يخليه ما ينهارش، ما ينزلش الا ل 80. يبقى اذا ايه الالاستيك اليمنتس في الاورطه ده عمل ايه؟ عمل حاجتين يا اولاد، هنشوفهم بقى في الرسمه مع بعض. يبقى اول حاجه عملها انه انشورز فورورد كونتينوس فلو، خلى الدم مش انتربتد فلو انما فورورد كونتينوس فلو. تاني حاجه انه it prevents marked rise in systolic، قلل السيستوليك شويه، لما اتسع قلله شويه، مش قلله عم نزله، يعني ما خلوش يعلى 120، ومنع الانهيار في الدايستوليك، رفع الدايستوليك شويه في اثناء الريكايل بحيث ما ينزلش لصفر وبقى 80 بس. او ممكن يجيلها لك في الام اس كيو، it prevents marked changes in arterial blood pressure، تعلمها صح، it prevents marked rise in systolic and marked drop in diastolic، صح. وطبعا الوظيفه الاساسيه اللي قلناها انه it ensures، بيضمن continuous forward flow instead of interrupted flow. ده كان اول vessel مهم عندنا اللي هو الاورطة واللارج ارتز اللي بتتميز بايه بقى؟ بالالاستيك اليمنتس. انتقل لتاني حاجه اللي هي الارتريولز. الارتريولز والسمول ارتز بتتميز بحاجه تانية خالص، ان فيها strong muscular coat او wall، اهو strong muscular coat او wall. طبعا اي بايب سيستم يا اولاد لازم يبقى فيه ريزيستنس، خلاص الريزيستنس دي لا بتمنع لما تلاقي الضغط هينهار في السيستم تزود ريزيستنس فالضغط يعلى. طب الانابيب هتنفجر، تقلل ريزيستنس فالضغط يتوازن يوطى. يبقى مين بيمثل الريزيستنس عندنا هنا؟ الارتريولز. لو انا حصل لي هيموريدج وهيحصل انهيار في الضغط، الارتريولز كونستريكت تو مينتين ارتيريال بلاد بريشر. لو انا عملوا لي اوفر ترانسفيوجن، ادوني دم اكثر مما ينبغي، يبقى الاوعيه هتنفجر، او حتى انا انفعلت في الضغط زاد جدا، المسلز تريلاكس قلل الريزيستنس فالضغط يقل. يبقى الارتريولز بتمثل الريزيستنت فيسلز. ومره اخرى يا اولاد لما اقول لك مين اللي بيمثل الريزيستنس، مش الكابيلرز، الكابيلرز اضيق لكن احنا قلنا وقلتها في الريسبيريشن وهقولها تاني، ما بيهمنا توتال كروس سكشنال اريا، التوتال كروس سكشنال اريا، ومثلتها كالاتي، قلت ادي خمسة كابيلرز اهي وادي ارتريول. كل كابيلري على حدة اضيق من الارتريول طبعا، بس نفس الدم اللي هيمشي في الارتريول هيمشي في الخمسة كابيلرز دي، فالخمسة كابيلرز مجتمعين اتساعهم اكتر من الارتريول. عشان كده الريزيستنت فيسل مش الكابيلرز، يعني معظم المقاومة اللي بيلقاها الدم لا يلقاها عند الكابيلرز، كل كابيلري على حدة اضيق من الارتريول. بس احنا ما بيهمناش كلنا على حدة، انما بيهمنا التوتال كروس سكشنال اريا. فانت نفس الدم اللي هيمشي في الارتريول ده هيمشي في الخمسة كابيلريز دي. طب جمع بقى التوتال كروس سكشنال اريا بتاع الكابيلريز، ليها اوسع من الارتريول، اوسع من الارتريول. عشان كده الريزيستنس سؤال مهم جدا في الام اس كيو في الارتريولز اساسا، وتتميز بايه بقى؟ بوجود سترونج ماسكولار وول، اما تكونتراكت تزود ريزيستنس فتمنع الانهيار في الضغط، تريلاكس قلل ريزيستنس فتمنع ارتفاع الضغط وانفجار الاوعيه. ف
لدرجة انه بيسموا الارتريولز يا اولاد resistance vessels. الارتريولز resistance vessels اهي مكتوبة قصادك resistance vessels. طب نيجي للكابيلاريز بقى اللي هي بعتبرها اهم حتة في السيركوليشن، لانه ايه وظيفة السيركوليشن يا اولاد؟ انها تسبلاي التيشوز بالاكسجين والنيوترينتس وتريموف الكربون دايكسايد والويست برودكتس. ففين المكان اللي بيحصل فيه هذا الاكتشينج؟ دي كابيلرز. ليه؟ لسببين، لان الكابيلرز الوول بتاعها فيري ثين لاين بوان اندوثيليال لاير، يعني سيلز وان اندوثيليال لاير، وحتى احنا عارفين الاندوثيليوم تبقى فلات سيلز رفيعه قوي قوي. وبعض الكابيلرز بالاضافه لان الوول رفيع يسمح بالاكتشينج فيها بورز يعني ثقوب، ساعات يسموها في الامس كيو فينستريشنز. شوف مين يفتكرها لما نيجي للكابيلرز. اذا ما هي وظيفه الكابيلرز؟ اكتشينج فيسلز. طيب نيجي لرابع فيسل عندنا مهم، انه الفينز. الفينز دي الوول بتاعها بيتميز بانه ثين وكومبلاينت. كومبلاينت يعني قلنا الطواعيه، قابل للاتساع. عشان كده صدق ولا تصدق 2/3 of the blood volume، تلتين حجم الدم اللي في جسمنا. احنا عندنا الادلت ميل عنده 5 لتر، تلتينهم موجودين في الفينز. 60-70% اي رقم ما بين 60-70 في اي جامعه اعتبره صح. 64 صح، 60 صح، 70 صح، 2/3 صح. 2/3 of the blood بيبقوا موجودين at any given moment في الفينز. عشان كده يقول لك الفينز لو جابها لك blood reservoir صح. وفي تعبير شيق اكثر يقول لك capacitance vessels، يعني عندها high capacity. تمام. فاضل vessel اخير اللي هو يا اولاد lymphatic vessels. lymphatic vessels ده بيسموه drainage vessels، بيعمل drain. في fluid بيطلع من الكابيلاريز بتاعت circulation وما بيرجعش تاني عن طريق يعني بيطلع عند الارتيريال اند اوف كابيلاري وما بيرجعش عند الفينس اند اوف كابيلاري. طب الفلويد اللي طلع زياده، البروتينات اللي خرجت بره السيركوليشن، مين يرجعها تاني للسيركوليشن؟ الفلويد اللي نزل يعني نشع من السيركوليشن وما رجعش، البروتينز اللي طلعت لازم نرجعها للسيركوليشن. مين بيرجعها؟ الليمفاتيك فيسلز. فده بيكاري اهو الليمفاتيك فيسل البروتين واللارج بارتكلز والاكسس تيشو فلويد باك تو سيركوليشن، فهو درينج فيسل بيدرين. عارف زي المصرف لما بنزرع الارض الزراعيه فساعات في ميه زياده يعني هتخلي الارض يسموها حتى بلغه الفلاحين تطبل تبوظ يعني، فلازم عندنا مصارف تجيب الميه الزياده عن حاجه الارض دي ترجعها تاني للمصدر. درينج فيسلز. انا بقى اقول لك اشهر سؤال هنا بيجي ازاي، انت اختار معايا الاجابه دلوقتي. احنا هيكتب لك فيسل وتحتيه واحده من اربعه، هل هو ريزيستنت فيسل، اكتشينج فيسلز، كاباسيتنس فيسلز، ولا درينج فيسلز؟ فلو قال لي الارتريولز اهي صادق، الارتريولز دي اللي فيها سترونج ماسكر كوت دي ريزيستنت فيسلز، تختار الاجابه ريزيستنس. طب لو كان راس السؤال كابيلاريز ما تقراش السؤال، الإجابة الصحيحة exchange vessels. طب لو كان رأس السؤال الفينز، الإجابة الصحيحة capacitance vessel أو reservoir vessel. تلتين حجم الدم يا أولاد موجود في الفينز، 2/3 أي رقم between 60-70%. طب drainage vessels هتختار مين؟ أختار الليمفاتكس. خلاص؟ ولا تنسى بقى بره الأربعة دول الأورطة كده واقف في موقع متميز بسبب الأساتك اللي فيه الإلاستيك إليمنتس دي اللي هي بتديستند في السيستول وتريكايل في الداستول. فتعمل إيه؟ قلنا حاجتين، بتضمن كونتينيوس فورورد فلو، الفلو ما يبقاش انتربتد، والاتساع في فترة السيستول بيمنع الارتفاع المبالغ في السيستوليك بريشر. اكشلي لما بتوسع السيستوليك ما يعلاش قوي، فانا عامله بينقص يعني ما يعلاش قوي. بينما الريكويل اهو في الداستول لما تصغر في الداستول يمنع الانهيار في الداستوليك، يعني بيرفع الداستوليك شويه. عشان كده البريشر يبقى 120 في السيستول
و80 في الداستول. يبقى بماذا تتميز الأورطة؟ ثاني عندي 5 vessels ومع عشق مثل عشق النظام. الأورطة واللارج أرتريز فيها إلاستيك فايبرز بتستند during سيستول وتريكويل during داستول، فده مهم لشيئين، يضمن الفورورد كونتينوس فلو وبريفنتس ماركت تشينجز ان سيستوليك اند داستوليك بلاد بريشر، ماركت انكريس ان سيستوليك اند ماركت دروب ان داستوليك. وعليه طب لطالب ذكي سؤال ام اس كيو، لو حصل في الارتي تصلب يعني بقت شبه الميتال تيوب شويه، الانابيب المعدن اللي هي لا تتسع ولا تضيق، يبقى في الحاله دي هيحصل ايه؟ السيستوليك يعلى قوي والداستوليك يقل قوي، تبقى عارف لانها مش هتوسع في السيستول، فيحصل ماركت رايز ان سيستوليك بريشر اند ماركت دروب ان داستوليك. يعني السؤال بيجيبوه في نورث امريكا باكتر من طريقه عشان نشوفك فاهم ولا لا. لكن يبقى يا اولاد اشهر سؤال اللي هو الاربعه التانيين، سؤال رباعي مكتوب ريزيستنس A B اكشينج C كاباسيتنس D درينج فيسلز. ويلا انا سامعكم انتوا بتجاوبوا. لو كان راس السؤال ارتريولز يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ ريزيستنس فيسل بسبب السترونج ماسكولار كوت اور وول. طب لو كان راس السؤال كابيلرز يبقى الاجابه الصحيحه اكشينج فيسلز بسبب الفلات اندوثيليال لير والبورز في بعض الكابيلرز مش كلها. خلاص؟ اما لو كان راس السؤال فينز فالاجابه الصحيحه تبقى كاباسيتان فيسلز او ريزرفوار فيسلز. لو ممكن يكتبها لك كاباسيتان او ريزرفوار. في كام في المية بقى ما تنسوش؟ انا بعيد اكتر بالمرة يا اولاد. يعني بيسمع محاضراتي اكشن مش بس بيفهم، من كتر ما بعيد ودقق في الجملة المهمة بس، الجملة المهمة بس، عشان كده ما بتاخدش فترة، يعني ما بعيدش مثلا في بعد نقعد 5 ساعات يا نص ساعة زيادة بتطول المحاضرة، لأني بعيد النقاط المهمة أكثر مرة، أكثر مرة، لأن أنا شايف الأسئلة وعاوزك تعرفها كويس قوي. فعشان كده كل حاجة بعد ما بشرحها بقول لك فين النقط المهمة اللي هي الأسئلة. الفينز ريزرفوار فيسل صح، كاباسيتان فيسل صح، فيها 2/3 أوف بلاد صح، اللي هما 60% between 60% and 70% أوف بلاد. اما الليمفاتيك فيسلز فهي درينج فيسل، بتدرين حاجتين. الاكسس تيشو فلويد اللي حصل له فلتريشن من الكابيلريز والبروتين باك تو سيركوليشن. دي كانت اول صفحه في رحله ال1000 ميل. انتقل للصفحه الثانيه يا اولاد. يلا اي بروميس يو ان احنا في الفيسيولوجي بنفهم، عشان كده بنحب اللي بنسمعه مش كتاب. Now we come to biophysics. ودي هناخدها تاني يا اولاد في ماده صغيره اسمها biophysics كده بنقولها في محاضرتين بس. بنجمع حاجات كتيره من كورس، ادي واحده منها. ايه الميكانيكال فورسز اكتنج اون ذا وول اوف بلاد فيسلز؟ في ثلاث قوى بتشتغل على جدار الاوعيه. اول فورس اسمها بريشر، ضغط. طيب الضغط ده عبارة عن perpendicular force، يعني قوة متعامدة، وقلتها لكم في مش انتوا، لا ده كان ناس تانية بتوع الهيري، انه البريشر بيتقاس على المساحة، يتقاس per unit area. area لازم البريشر مقرون بالarea. وديت مثال، اما اقول لك مثلا الارضية دي تتحمل ضغط قد ايه، ما ينفعش تقول لي 100 كيلو جرام، لازم تقول لي 100 كيلو جرام على كل قدم مربع، على كل متر مربع. يبقى لازم البريشر يقاس على اليونت اريا. طيب والبريشر قوة متعامدة اهو، حتى شوف ارسمها لك رسمة لطيفة ازاي. البريشر قوة متعامدة على الوول بلاد فيسل، بيربنديكولار فورس، حتى حلوة البي مع البي، البريشر بيربنديكولار، بريشر بيربنديكولار فورس. نيجي تاني حاجة بقى، التنشن فورس، تاني قوة بتتقاس بالنيوتن. التنشن ده اللي هو الشد على الجدار. طب الجدار دائري، يبقى القوة دي circumferential force، قوة محيطية بيتعرض ليها كل المحيط، الدايرة يعني اهي. لا يعني اما بقول ان في تنشن جامد على البلاد فيسل يعني الدايرة دي عاوزة توسع، التنشن قليل يبقى الدايرة دي عاوزة تصغر. يبقى التنشن دي قوة محيطية circumferential force.
طيب نيجي بقى التالت حاجة اللي هي shearing أو shear force. shear يعني احتكاك يا أولاد، يعني أدي الفيسل أهو صح، البلاد وهو ماشي جواه بيحتك بالجدار، يبقى دي قوة مماسة، تبقى tangential يعني قوة مماس، عارف المماس بتلمس الفيسل بس مش من بره من جوه، وانت متخيلها يبقى كام قوة بيتعرض ديها الفيسل بتاع حضرتك؟ ثلاثة. نقولهم تاني بقى، يلا نتفرج عليهم تاني ونقولهم. البريشر قوة متعامدة perpendicular، التنشن قوة محيطية يبقى دي قوة عمودية، البريشر وتقاس على البريونت اريا، انما التنشن قوة محيطية وتقاس بالنيوتن، اما الشير ستريس، شير يعني احتكاك، هي بيبقى القوة اللي بتمس الجدار وبتحك الجدار يبقى تنجنشال فورس اهي، حتى تعالى شوف انا رسمها لك ازاي اهي، يبقى الشيرينج ستريس اهو القوة البلاد وهو ماشي بيحك في الجدار قوة مماسة، يبقى عندي كام قوة يا ولاد؟ تعال نقولهم تاني، انا اقول واحدة وانت تقول يعني اختار perpendicular ولا circumferential ولا tangential، تبقى فاهم perpendicular يعني متعامدة، circumferential يعني قوة محيطية، وبعدين tangential يعني مماسية بتمس، يبقى البريشر هو يا ولاد عرفنا عنه ايه؟ اسمعها منكم قوة ايه دي؟ بص اهو قولوها انا سامع perpendicular وتقاس per unit area. طب التنشن اللي بيشد الوول يبقى قوة محيطية circumferential وتتقاس بالنيوتن، طب الشير فورس قوة مماسية بماس tangential force. طيب دي القوة الثلاثة دي ممكن نسألها شافوي مش أكتر، ساعات بيجيبوها MSQ. نيجي pressure of blood in different vessels، تعال نشوف pressure in different vessels، أنا هسيب دي دلوقتي شوية، هاخد البريشر في البلمونري ارتي وفي الاورتا واللارج ارتيز بتوع السيستميك سيركليشن. انت متوقع الضغط اعلى في السيستميك ولا في البلمونري؟ في السيستميك، وكلنا حافظينه اكشوالي، الناس عامه الشعب حافظاه 120 يقول لك الضغط العالي اللي هو في اثناء السيستول فيسموه سيستوليك بريشر، و80 اللي هو يقولوا على الضغط الواطي اللي هو ده مينيمال بريشر ديورينج داستول. يبقى ايه ال 120 ده؟ كلمتين، ده ماكسيمم بريشر ديورينج سيستول. طب وايه 80 دي؟ قولها انت بقى العكس، ده مينيمال بريشر ديورينج داستول، ده البريشر في الاورتا واللارج ارتس. بينما البلمونري ارت يا اولاد الضغط فيه السيستوليك اللي هو العالي 25 والداستوليك 8، وبليز للاطباء احنا لازم نحفظ ده بقى، لان زي ما في عيانين عندهم سيستميك هايبرتنشن ودول الاكثريه، دول الاكثريه، في أقلية عندهم pulmonary hypertension وبنفس الخطورة يا أولاد. فأنا إزاي هعرف العيان عنده hypertension مش عارف النورمال؟ يبقى لو ورطة 120 على 80 دي مش حضرتك اللي حافظها، ده رجل الشارع حافظها، بينما pulmonary artery 25 على 8. طيب نيجي systemic capillaries، ناحية الأرتري بيبقى الضغط عالي، عشان احنا جنب الضغط العالي يبقى الضغط عالي، يبقى 35، الأعداد دي تحفظها الصم مليمترز ميركوري. ناحيه الفين حتى لو غيرت اللون، وهنا بقى انا بنبسط ان عندي فرصه الون خلاص، يبقى ناحيه الفين اهو باللون الازرق بيبقى البريشر اقل، بيبقى البريشر 15 مليمتر ميركوري خلاص، 15 هنا 35 وهنا 15. تعالى بقى المين اللي هو المتوسط كام هنا في هذه الحاله؟ المتوسط 25، ما هو 35 زائد 15 يبقى 50 على 2 يبقى 25 مليمتر ميركوري. قارنوا بقى بالمين بالمونري اللي سيبته انا 10، يبقى متوسط الضغط في السيستميك كابيلريز 25، في البالمونري كابيلريز 10. انا مش جايبكم تحفظوا اعداد يا ولاد، انا جايبكم افهمكم حاجه مهمه جدا، انه وراء الخلق خلق. ليه ربنا خلى الضغط في البالمونري كابيلريز قليل جدا مقارنة بالضغط في السيستميك كابيلريز؟ تعال نفكر، إذا زاد الضغط في السيستميك كابيلري اللي هو قلنا متوسطه 25، الضغط زاد، الماء يحصل لها إيه؟ لو البريشر انسايد ذا كابيلري زاد
فكر الكابيلاري فيري ثين وول والضغط جواه زايد، قول انت ايه اللي هيحصل؟ الماء تخرج والايد تورم اذا كان الضغط زايد في الكابيلاريز بتاعت الايد، او في الرجل تورم لو كان في الرجل، ويسموها ايديما، ورم مائي. اهم سبب ليه زياده السيستميك كابيلاري بريشر. لو زاد البريشر في الكابيلاري عن النورمال الماء تخرج ويحصل ورم مائي. طب لو زاد البريشر في البالمونري كابيلاري الماء هتخرج بره البالمونري كابيلاري، هتدخل فين؟ فكر بذكاء، تدخل في الالفيولاي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني الالفيولاي تتملي ميه؟ يبقى بالمونري إديمة. This is fatal. ان الواحد الالفيولاي بتاعته بدل ما يبقى فيها هواء يبقى فيها ميه. This is fatal. حتى يقول لك، فاكر قلتها لكم في الريسبريشن، the patient drowns، يغرق in his own body fluid، بيغرق في ميته. فعشان كده عمرك ما تنساه، ربنا تجارد اجينست عشان ما يحصلش بالمونري إديمة، عشان يبقى احتمال خروج المياه بره البالمونري كابيلاري ودخولها الالفيولاي قليل، خلى البريشر في البالمونري كابيلاري فيري لو 10 بس، مقارنه بهناك المتوسط ما بين 35 و15 كان 25. يبقى شفت ليه انا سبت بقى البالمونري كابيلاري مع ستيمك كابيلاريز؟ عشان احنا مش جايين نحفظ ارقام يا ولاد مع بعض، احنا جايين نفهم ان وراء الخلق خالق. طب نيجي الفينز بقى، شوف مين هيفتكر الفينز دي. الفينز دي فيري فاريانت بريشر. تخيل انا وانا واقف كده، يبقى الجرافيتي بتاخد الدم على تحت، يبقى اتوقع البريشر في الفينز تحت عالي جدا وانا واقف، بيبقى زائد 80 مليمتر مربي. طب والبريشر في الفينز بتاعت الهيد، الفينس ساينس بتاعت الهيد، افتح ودنك شوف مين هيفتكرها لما نوصل للفينس سيركوليشن، ماينس 10 بالنيجاتيف. ولها اهميه كلينيكيه ان البريشر ناقص 10، عشان احببك فيها لو في اثناء عمليه جراحيه في المخ اتفتح مننا ساينس غلط، يعني الفين البريشر فيه نيجاتيف والساك بلاد فروم ذا اتموسفير لان هو نيجاتيف بريشر. حكيت لك قصه عشان تفتكرها. يبقى ديورينج ستاندينج، واحنا بعض العمليات بنعملها في النيوروسيرجي عشان بنشتغل على قفا العيان في جراحه الاعصاب، بنبقى قاعدينه ام بنجينه قاعدينه، فيبقى البريشر هنا ناقص 10، لازم نبقى حريصين جدا ان ما يتفتحش مننا الوريد، والا البريشر فيه نيجاتيف ناقص 10 هيحصل اير امبوليزم، بينما تحت البريشر كام؟ قلنا بلس 80. طب عارف الثانيه ليها تطبيق برضه، لو انا شغلتي طول النهار واقف جراح مثلا، او ربنا فتح عليك اكتر كوافير طول النهار واقف خلاص، او عسكري في التشريفات الغلابه اللي بيقفوا دول طول النهار واقف، يبقى البريشر تحت 80، يبقى المايه تخرج. ما هو لما يبقى البريشر عالي في الفين هيبقى اعلى في الكابيلاري اللي قبلها، المايه تخرج. عشان كده ارجع في نهايه اليوم الكوافير والجراح وعسكري التشريفه دول رجليهم فيها ورم ماء بسبب البريشر تحت عالي قوي بسبب الجرافيتي. يبقى دي ليها تطبيق ودي ليها تطبيق، فتحب الرقم ان يبقى فاهمين ليه اللي بيقف طول النهار رجليه بتورم في الاخر، البريشر تحت، قولوا انتوا الرقم انا نسيته، زائد 80. طب والبريشر فوق ناقص 10، لو اتفتح الفين خطا في اثناء نيوروسيرجي هيحصل اير امبوليزم. طيب نرجع بقى الارقام تاني نقولها في عجاله لاني عاوز اضيف اضافه خفيفه يا اولاد. يبقى قلت انا اقول واحد وانت تقولوا الثاني. قلت البريشر في البالمونري كابيلاري كام؟ قولوها انتوا، انا اقول لكم السيستميك كان 35 عند الارتيريال اند اهي، و15 عند الفينس اند، والمتوسط 25. طيب ما يخرج ميه بره السيستميك كابيلاري هيحصل اديمه في الايد في الرجل، مش لطيفه بس مش مميته، مش لطيفه بس مش مميته. لكن لو خرج الميه بره البالمونري كابيلاري لا هي لطيفه ومميته. عشان كده كام يا ولاد؟ 10. طيب هنتخدناهم مع بعض. تعالى بقى البالمونري ارتي مع الاورطه. الاورطه كام؟ كل رجل الشارع حافظها، 120 على 80. طب والبالمونري؟ انتوا بقى اللي حافظينها اطباء،
25 during systole. العالي the maximum pressure during systole 25. The minimal pressure during diastole اللي هو الدياستوليك اللي هو الواطي 8. ناخد المين بقى. لو انا غلطة مشهورة جدا قلت لك نبتدي بالسيستوليك، قلت لك متوسط الضغط في الأورطة هو 120 في السيستول و80 في الدياستول، نفسك تقول المتوسط كامل مين يعني المتوسط؟ نفسي أقول 120 زائد 80 تبقى 200 على 2 يبقى المتوسط 100. لا، المين 90. طالب قال لي انت عودتنا تفهمنا ليه المتوسط طلع قريب من الواطي الداستوليك وبعيد عن العالي اللي هو السيستوليك. فكر معايا يا اولاد، احنا خدنا في الكاردياك سايكل ان السيستول بياخد الكاردياك سايكل واحده لو قلبي بيضرب 72 في الدقيقه يبقى مده السايكل فاكرينها 0.8 over second 8 من 10 بالثانيه. الهارت بيعمل سيستول 3 من 10 ويريح 5 من 10 بعد يريح اكتر. السيستول 3 من 10 قلناها مع الكاردياك سايكل والدياستول 5 من 10. اذا السيستوليك بريشر عالي بيقعد مده قليله بينما الدياستوليك الواطي ال 80 بيقعد مده طويله. عشان كده لما ناخد المتوسط يطلع قريب من الدياستوليك. واحد يقول لي طيب رياضية المفروض اعملها ازاي؟ انا اقولها لكم بطريقة لطيفة، انسى الطب. 8 طلعنا رحلة، حلو؟ يلا انتوا بتحبوا الحاجات دي. 3 جابوا معاهم 120 جنيه. و5 جابوا معاهم 80 جنيه. خلاص؟ يبقى 3 بس قليل جابوا 120 و5 جابوا 80. فقلنا بصوا احنا عايزين نتصرف كرجل واحد، عيب كده ان واحد معاه فلوس كتير واحد قليل، احنا نحط الفلوس على بعض ونصرف كرجل واحد. راجل واحد حطينا الفلوس على بعض، هل متوسط اللي هيصرفه الشخص 100 جنيه؟ لا طبعا، لان 3 بس جابوا 120 و5 جابوا 80. يبقى تحسبها ازاي؟ اقول لك تحسبها ازاي. تضرب 3 في 120، 5 في 80، وتقسم المجموع على عدد الافراد اللي هو 8. هتلاقي المين طلع قريب من القليل لان القليل اكتر. 5 معاهم 80 جنيه و3 بس 120. طب ما نفس الفكره، السيستوليك اللي هو 120 ده بيقعد 3 ثواني بس، بينما الدياستوليك اسف 3 من 10 من الثانيه 0.3 اوفر سكند، بينما الدياستوليك اللي هو 80 بيقعد 0.5 اوفر سكند. عشان كده الريشيو طلع 90. فمش عاوز تغلطوا في الشفوي وتقولوا ان المين 100 المين 90. وعلى فكره لما اجي الارتيريال بلاد بريشر عندنا طريقه اسهل من انك تضرب السيستوليك في 3 والدياستوليك في 5 وتقسم على 8، ما حدش بيعمل كده. هبعلمكم طريقه سهله جدا لحساب المين. لما تديك السيستوليك والدياستوليك ازاي تجيب لي المتوسط من غير ما تضرب السيستوليك في مدته 3 والدياستوليك في مدته 5 وتقسم على 8. بس انت دلوقتي فهمت الفكره ان المين ما هواش 190. ونفس الكلام يطبق على البلمونري سيركيليشن، ان السيستوليك 25 والدياستوليك 8، المين بقى المين ما طلع 16. تمام، ده القصة. انتقل صفحة الثالثة يا اولاد. بلاد فلو، عايز احكي لكم قصة حلوة في البلاد فلو ده عن راجل اسمه كريستيان دوبلر اللي هو ازاي بيقيسوا البلاد فلو. هي مش عليكم بس انا بحب احكي القصة، يعني هنعتبر دي فقط المعلومات العامة. نيجي للبلاد فلو. خد بالك بقى. في وقت ما كتبت الكتاب بتاع السيركوليشن في القصر العيني في الفترة اللي عملت فيها هناك. وأنا كتبت كل الفاسكولار سيستم بيزد على معادلة واحدة بس يا ولاد. أهي. يعني كل حاجة طلعتها من هذه المعادلة. وهي معادلة سهلة جدا ويفهمها يعني طفل في 5 ابتدائي. الفيسلز بيحصل فيها فلو، هنرمز له باف. الفلو يا اولاد في اي تيوب، في اي تيوب انسى السيركوليشن، يعتمد على كام حاجه؟ فكر معايا. طالب ذكي قال لي يعتمد على شيئين.
فرق الضغط بين جانبي التيوب P1 ماينس P2 كل ما فرق الضغط زاد الفلو يزيد، تمام؟ فيبقى دي نحطها فوق دايركتلي بروبورشن يبقى فوق، ويتناسب عكسي مع ريزيستنس، كل ما مقاومه التيوب المقاومه زادت 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 يبقى الفلو يقل، يبقى لما المقاومه بتزيد الفلو بيقل نحطها تحت اللي هو الريزيستنس. صور المعادله دي هشرح لك منها كل الفاسكولار سيستم باذن الله، ان الفلو دايركتلي بروبورشنال تو بريشر جريديانت P1 ماينس P2 فرق الضغط بين جانبي التيوب وعكسي مع مقاومه التيوب. ده كلام بسيط، كل السيركول الفاسكولار هنشرح المعادله دي. نيجي بقى الديفينيشن اوف بلاد فلو يا اولاد. ما هو تعريف البلاد فلو؟ التعريف سهل جدا، حجم الدم ثلاث كلمات عشان كده عاملها بثلاث الوان، اللي بيعدي نقطه معينه في وحده الوقت يبقى ده اهو ذا فوليوم اوف بلاد بالاسود، كروسز ا سيرتن بوينت بالازرق بيرون التايم في فتره معانا. ادي تعريف الفلو، الفوليوم اللي بيكروس بوينت في اليونت تايم، الفوليوم اللي بيكروس بوينت في اليونت تايم. طب التوتال فلو في السيستميك سيركوليشن او في البلمونري سيركوليشن، هو الدم اللي خارج من الليفت فينتكل او الدم اللي خارج من الرايت فينتكل في الدقيقه؟ طب هو ده الكاردياك اوتبوت، يبقى الفلو في التوتال سيركوليشن يساوي الكاردياك اوتبوت. لما يسالك الفلو في التوتال سيركوليشن هو ايه؟ الدم اللي بامب باي ذا هارت باي ذا رايت فينتكل او ليفت فينتكل بير مينيت ده يسموه كاردياك اوتبوت. وقلت ما تقولش باي ذا هارت. ايه تعريف الكاردياك اوتبوت؟ ذا فوليوم بلاد بامب باي وان فينتكل، فالرايت فينتكل بيضخ في البلمونري سيركوليشن والليفت في السيستميك سيركوليشن. الفوليوم بامب باي رايت فينتكل او ليفت فينتكل بير مينيت هو ده الكاردياك اوتبوت. طيب يبقى ده الديفينيشن. نيجي تاني نقطه في البلاد فلو، احب النظام قوي. اول نقطه قلنا الديفينيشن ثلاث كلمات، الفوليوم اللي بيكروس بوينت في سيرتن تايم. نيجي ريليشن شيب، اول معادله اللي هي ايه لسه قايلها لكم، الفلو دايركتلي بروبورشنال يتناسب طردي مع البريشر جريديان P1 ماينس P2 اللي هي ممكن نكتبها دلتا بي اللي هي بريشر جريديان اوفر ريزيستنس. حلو. طب الريزيستنس معادله بي تعتمد على ايه؟ هنفكر بذكاء. الريزيستنس تعتمد على ايه؟ تعتمد على شيء، حاجة في الفيسل وحاجة في البلد. يعني تعال نفكر بأسلوب لطيف، أنا مش عايزك تحفظ. الريزيستنس اللي بيلقاه سائل معين عندما يمر في أنبوبة معينة هيعتمد على إيه؟ طالب زكي قال لي أنت قلتها، على الأنبوبة وعلى السائل. طب الأنبوبة أنا عاوزكم أنتوا اللي تقولوها يا أولاد، كل ما اللينث بتاع التيوب زاد طول الانبوبه زادت مقاومتها يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى الريزيستنس بتتناسب دايركتلي مع اللينث اوف ذا تيوب. لكن الانبوبه بصوا لي يا اولاد، كل ما الراديوس نصف قطر زاد زاد زاد، يعني الانبوبه وسعت، الريزيستنس هيحصل لها ايه؟ هتقل، صح؟ يبقى هنا التناسب عكسي، يبقى ريزيستنس انفيرسلي بروبورشن مع الراديوس. المفاجاه بقى انها تو ذا فورث باور اس 4، يعني لو الراديوس زاد للضعف المقاومه تقل 2 اس 4، يعني 2 في 2 في 2 في 2 تبقى 16 مره. تمام. يبقى اذا المقاومه اللي بيلقاها سائل بيمر في انبوبه تعتمد على حاجتين في الأنبوبة وحاجة في السائل. السائل الفيسكوستي اللزوجة، لما السائل يبقى لازج يبقى مروره أصعب، يبقى ده دايركت نحطه فوق. إنما حاجتين في الأنبوبة، كل ما الأنبوبة طولها يزيد طولها يزيد مقاومتها تزيد مقاومتها تزيد مقاومتها تزيد مقاومتها تزيد، لكن لما تتسع مقاومتها تقل، يبقى دي نحطها تحت ريديس. والمفاجأة إنها أهم حاجة إنها ريديس فورس باور. يبقى المعادلة بي دي بتقول ايه بقى؟ ان الريزيستنس حاجتين في التيوب تناسب
دايركتلي مع اللينث، كل ما طول الانبوبه يزيد الريزيستنت تزيد، وعكسي مع الراديوس. وهنا الراديوس اهم حاجه فورس باور، وحاجه في الفلويد اللي هي ال فيسكوستي، فيسكوستي اوف بلاد. يبقى دول الثلاث عوامل اللي بيتحكموا في الريزيستنس. طول عمري يا اولاد ما باجيش اقرا زي بقيه الزملاء، انا اشرح من وجهه نظر واحده انتم عرفتوها، انه وراء الخلق خالق. انا قعدت كده حطيت ايديا على خدي وقعدت ابص في المعادله دي، وسالت نفسي سؤال بساله لكم: من هو اكثر العوامل تاثيرا في الريزيستنس؟ طلب قالوا لي طبعا الراديوس. قلت لهم ليه؟ قالوا لي ان دي بار 4 اس 4، لو الراديوس زاد للضعف الريزيستنس بتقل 16 مره. يعني ده اكتر حاجه تؤثر في الريزيستنس؟ قالوا لي طبعا. قلت سبحان الله في خلقه، شوف الروعه في الخلق، ربنا اللي خالق البشر هو الذي خلق القوانين، فعارف احنا. بص لي بقى الروعه، الروعه under normal conditions ما نقدرش نزود اللينث وذا فيسل، تقدر تطول الفيسلز؟ اطلاقا لا. واندر نورمال كونديشن صعب تغيير الفيسكوستي اوف بلاد، تغيير الفيسكوستي اوف بلاد ده ياخد وقت طويل قوي عشان تزود الار بي سي، تنقص الار بي سي، تزود بروتين، حاجه يعني مينت تو مينت ما بتتغيرش الفيسكوستي. انما ان نو تايم يا اولاد، ان نو تايم نقدر نغير حاجه واحده، الراديوس، بان نعمل فازو دايليتيشن نوسع الراديوس، فازو كونستريكشن ننقص الراديوس. فربنا خلى العامل الوحيد في الثلاثه الذي يمكن للانسان تغييره هو الاكثر تاثيرا، راديوس باور 4. ربنا سخر كل حاجه في هذا الكون لصالح البشر. فعندما نظرت الى هذه المعادله وجلست اتاملها، هناك ثلاث عوامل يؤثروا في الريزيستنس، اثنين في الانبوبه واحده في السائل هو البلاد. الريزيستنس تتناسب دايركتلي مع اللينث، انما مش انفيرسلي مع الراديوس. باور 4 يعني لو زاد الراديوس مرتين 16 مره، وحاجه في البلاد اللي هي الفيسكوستي. فتاملت، الله خلق الانسان ووضع القوانين وقال لنا ان هو سخر كل حاجه لصالحنا، فهذه المعادله تثبت هذه المقوله، ان ربنا سخر كل حاجه لصالح البشر. العامل الوحيد اللي نقدر نغيره وهو الراديوس هو الاكثر تاثيرا، باور 4. طيب جه اثنين يا اولاد، انتوا عارفين انا بحب احكي تاريخ، واحد اسمه هيجن والتاني بالفرنساوي، انا عارف ناس بتنطق فرنساوي مش هيعجبها نطقي، انما يعني انا سالت ابني كان في مدرسه فرنسيه فقالها لي، انا طلعت منها ان حاجه في اخرها زي المدرسي بوازي. انا عارف اني ما بقولش بالطريقه اللي هو بينطقها بيها، اقرب نطق ليها بوازي. لو انتوا ما تعرفوش فرنساوي زي حالاتي، حاجه اخرها زي المدرسي بوازي. فراجل اسمه بوازي وراجل تاني اسمه هيجن، في سنه 1838 حطوا المعادلتين دي في اللي هي A و B في معادلة واحدة وأثبتوها. يعني هم مش ان هم يعني احنا ممكن انا وانت دلوقتي نحطهم في معادلة واحدة، نعوض عن بالريزيستن في B بما يساويها في A، يعني ناخد الريزيستن في A نعوض عنها بما يساويها في B، ده اللي هنعمله. انما هم الفورمولا دي ليه تسمت باسمهم؟ لانهم اثبتوا العوامل اللي فيها، اثبتوها معمليا، بوازي وهيجن، وعملوا حاجه اسمها بوازي هيجن فورمولا او لو قانون او ايكويشن. يعني الثلاثه صح، فورمولا لو اور ايكويشن. وده كان في سنه كام يا اولاد؟ 1838. في سنه 1940 41 اعاد نشرها، و46 بوازي لوحده نشر المعادله دي. ده قصتها بالظبط، وهي اشهر معادله بتشرح السيركوليشن، وهي بالنسبة لكم انتوا تافهة، انتوا مش مطلوب تثبتوها، انتوا مطلوب بس تعوضوا عن الريزيستنس في A بما يساويها ب B. انا حاطط لك المعادلات مع بعض. يبقى تاني، الفلو
directly proportional to pressure اهي موجودة. Over resistance مش هجيب resistance دي بقى هجيب الحتة دي وحطها مكان resistance. يبقى over length اهي في الفيسكوستي اهي على لما تبقى اظن انتوا عارفين بقى احسن مني على على يبقى تطلع مضروبة يبقى على الراديوس اس 4 الراديوس بار 4 يبقى حطها فوق. فطلعوا بالقانون بتاعهم وقلت تاني ان هيجن وبوازاي ما تسمتش باسمهم عشان خاطر هم حطوا المعادلة هم اثبتوا المعادلة كل واحد على حدة اثبتها في سنة 1838 ونشرها بوازاي في 3 سنين متكررة 841 و40 و46. طيب للطلبة الأذكياء أنتوا أذكياء جدا والفاسكور من ألطف ممكن أنه عاوز شوية تفكير. الكلام ده بروبورشنال يا أولاد. لو حبيت أحط إيكوالز طالب قال لي يبقى عاوزك كونستانت اللي هم حاططهم أنا على يسار الخط المنقط يبقى دول كونستانت. طب قال لي أنت ليه استخدمت اتنين كونستانت؟ لان هما من الاول في معادلتين كل واحدة proportional to فكل واحدة عشان تبقى تساوي عاوزها لها constant. فاصل المعادلة دي معادلتين فاحتاجنا two constant واحدة منها اللي هي الباي اهي عارفين انتوا علامة الباي. ده من اهم القوانين اللي بتتسأل في الشفوي وفي الامس كيو وفي البايو فيزيكس اسمها بوازي هيجن او بوازي بس او بوازيه بس. انا حكيت لكم القصه ليه ساعات سموها بوازيه هيجن لان هما اتنين وساعات سموها بوازيه بس لان نشرها بوازيه فورمولا او لو او ايكويشن واحد من اهم الحاجات في السيركوليشن. هنتمتع مع بعض يا اولاد في الفاسكور. تاني يا اولاد ده مهم جدا انه اول معادله يعرفها اي طفل في ثالثه ابتدائي الفلو في اي تيوب دايركتلي بروبورشنال تو دلتا بي فرق الضغط بين جانبي الانبوبه بي 1 ناقص بي 1 بي 1 ناقص بي 2 اسف اوفر ريزيستنس. طب معادله بي ريزيستنس بيعتمد على كام حاجه؟ قلت حاجتين في التيوب اهم وحاجه في الفلويد. الريزيستنس تتناسب طردي مع طول الانبوبه اللينث ولكن عكسي مع الراديوس فورس باور. وحكيت لكم عشان ما تنسوش ليه دي كانت فورس باور لانها الوحيده اللي بيغيرها الانسان فربنا خلاها الاكثر تاثيرا. وطردي مع الفيسكوستي. كل اللي عمله بوازي وهيجن ان هم عوضوا عن الريزيستنس في معادله A بما يساويها في معادله B. فممكن انت تعملها حتى من غير ما تبص تحت يبقى الفلو دايركتلي بروبورشن تو بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس يبقى شيل دي وحط دي يبقى اوفر اللينث فيسكوستي اوفر ما ينفعش اوفر اوفر يبقى دي نطلعها مضروبه تبقى الراديوس بار 4. طب الاثنين دول بروبورشنال عشان احط ايكوالز اي نيد تو كونستانتس اهم اللي هو دول التو كونستانتس اللي موجودين في المعادله. انا يا اولاد عاوز امشي بسرعه شويه فهسيب لكم تعيدوا انتوا في الفيديو زي ما انتوا عايزين. انا هعيد برضه زي ما انت شايف بس ايه الاعاده المفرطه اللي كنت بعملها هقللها شويه عشان في ناس حتى سو انتليجنت يعني نفسهم نمشي اسرع شويه احنا فاهمين خلاص تعبت اكتر من مره. طيب نقطة التالتة في الفلو في الفلو يا أولاد نيجي بقى الإفكت مين أكتر واحد يؤثر؟ احنا قلنا الراديوس لأن if the radius is doubled لو الفيسل وسع للضعف الريزيستنس هتقل 2 أس 4 16 مرة. ساعات يجيبها لك بمسألة أصعب شوية يقول لك طب لو زاد مش للضعف زاد 20% بس يعني زاد الخمس الريزيستنس بتقل 50% يا اولاد. برضه ده يثبت انها العامل ده لانه مش دايركتلي بروبورشن ده الراديوس اس 4. طب نيجي للفيسكوستي ده دايركتلي بروبورشن. الفيسكوستي بتزود الريزيستنس دايركتلي بروبورشن. طب الفيسكوستي وبلاد تعتمد على ايه يا اولاد؟ قولوها لي بقى. طالب قال لي انا اقولها لك. انت قلت الفيسكوستي اوف بلاد تعتمد على ار بي سيز ثم ار بي سيز ثم ار بي سيز. بينما الفيسكوستي اوف بلازما بتعتمد على البلازما بروتينز مينلي الفايبرينوجين والجلوبولينز. قلت لكم في الكلام الجديد دلوقتي
الكلام الجديد الفايبرينجين نوع من انواع الجلوبلينز، لانه بلاد كلوتينج فاكتور، وكل الكلوتينج فاكتور بيتا جلوبلينز. اذا عاوز يعني تعرف كام الجديد خالص، يبقى الفيسكوستي بتعتمد على الار بي سيز وعلى البلازما بروتينز مينلي. خلينا نقولها زي ان الجامعات المصريه الفايبرينجين والجلوبلينز، بره عندنا يقولوا الجلوبلينز بس، الفايبرينجين النهارده معتبر نوع من انواع الجلوبلينز. يبقى لو واحد عنده بوليثيسيميا يا اولاد، ار بي سي زادت، يبقى لزوجه الدم تزيد. واحد عنده هيريديتري سفيروسايتوزيس، الكور المدوره دي بتبقى حجمها ما هياش باي كونكيف، باي كونفكس وريجيد، ريجيد بتزود الفيسكوستي. طب اي واحد عنده انفكشنز بيزيد الاميونوجلوبولينز، فيزيد الفيسكوستي فيزيد الريزيستنس. واظن انتوا عارفين ايه عيب ان البلاد فيسكوستي يزيد، ان احتمال ان الواحد يحصل له انترافاسكولار كلوتينج يزيد. وعشان كده قلت من افيد الحاجات اشرب ميه وانت مش عطشان عشان لزوجة الدم ما تزيدش. طب لو زاد البريشر بيديستند الفيسل، يبقى هيزود الريديس، لانه البريشر جوه الفيسل لما يزيد الفيسل يوسع من كتر البريشر، لما يوسع الريزيستنس تقل. دي كانت النقطه الثالثه، فيها ثلاث نقط. النقطه الثالثه يبقى اتكلمنا على الديفينيشن اول نقطه، وبعدين المعادله ثاني نقطه اللي اخذناها من معادلتين، وبعدين اتكلمنا على الافكتس. طيب نيجي البلاد فلو بقى بنقيسه ازاي يا اولاد؟ البلاد فلو بنقيسه بجهاز اسمه التراسونيك دوبلر فلوميتر. فلوميتر يعني يقيس الفلو، موجات فوق صوتيه، دوبلر فلوميتر. دي فقره المعلومات العامه، ما عليكش هذا الكلام، الزملاء يسمعوها برضو معلومات عامه، يعني ما مش مفروض تعرف الكلام ده، بس انا هحكيها لانها لها قصه طريفه بحب احكيها. دوبلر ده اسم راجل نمساوي اسمه كريستيان دوبلر، في سنه 1842 عمل فكره اجهزه الالتراسونيك اللي بتقيس الفلو. انا عاوز اقول لك الفكره دي، معلكش يبقى فوتها في الفيديو لو مش عاوز تعرف، انما انا بحب نوسع مدارك الناس لما بحكيها في نورث امريكا، بيبقوا قاعدين فيري انترستد فيها، انه بيحبوا الناس اللي عندها معلومات، حبوش الناس اللي هي جاهله. بحكي قصه بقى لطيفه وهتعجبكم قوي. اللي انت شايفه واقف ده على محطه القطر في فيينا اللي هو كريستيان دوبلر، وبعدين القطر داخل على المحطه والقطر بيصفر وهو داخل على المحطة. ايه رأيك بقى؟ كل ما القطر يقرب من الشخص صوت الصفارة هيحصل له ايه؟ انا مستني اجابتكم. القطر داخل على المحطة وبيصفر، كل الناس اللي على المحطة قالوا الصوت هيعلى، واحد بس في عالمنا هذا خد باله من حاجة تانية، ان القطر لما بيقرب على المحطة الفريكوانسي اوف ساوند بتزيد، يعني الصوت غير انه بيعلى، ده من حيث الشده بيصبح اكثر حده، رفيع اكتر، وكل ما القطر يدخل بسرعه اكتر التشينج في الفريكوانسي يبقى اسرع، فريكوانسي تزيد اكتر. والعكس لو القطر بيبعد، يعني سايب المحطه وماشي، كل الناس اللي ماسكه سميطه على المحطه، اللي ماسكه سميطه مخاف السميطه، قال لك صوت الصفاره بيوطى، ده من حيث الشده، ما عدا كريستيان دوبلر قال الفريكوانسي بتقل. يبقى اما يقرب الساوند بيصبح اكثر حده، الفريكوانسي بتزيد، لما بيبعد الفريكوانسي بتقل بيصبح اكثر غلاظه. وان التشينج في الفريكوانسي هي دي بقى النقطه المهمه، بروبورشنال تو سبيد، بروبورشنال تو سبيد. ففكره الجهاز اللي بيقيس البلاد فلو لطيفة جدا، تعالى حتى ارسمها لك. انا مش عارف ايه اللي خلاني نسيت ارسم القصة، لكن هرسمها، مش هتاخد مني بالظبط دقيقة، ونخلق ناس جيل فاهم الدنيا ماشية ازاي. البلاد فلو جاي، اكتر حاجة في الفلو هي الار بي سيز عندها دنستي، والجهاز اهو بيطلق التراسونيك ويف، يعني ما تتسمعش، وبيتلقاها تاني. ادي فكره الدوبلر اهي يا اولاد. يبقى الفلو جاي اهو ماشي كده، الفلو ماشي
وبعدين هو بيدي الجهاز بتاعه بيدي التراسونيك عشان سموك التراسونيك دوبلر فلومي، وبعدين بيصطدم بالار بي سيز ويرتد الايكو، الجهاز بيستقبل الايكو. خد بالك بقى، كل ما الار بي سيز يعني الفلو اوف بلاد يبقى اسرع، الايكو التغير في الفريكوانسي بتاعته، ما هو صحيح ما بنسمعوش بس عنده فريكوانسي، هيزيد قوي. كل ما يبقى ابطا هيزيد بس زياده قليله. يبقى من التشينج في الفريكوانسي بتاع الايكو بتاع الصدى اللي راجع هيقدر يعرف السبيد. ده فكره الجهاز. يبقى الجهاز بيدي التراسونيك وبيستقبل الايكو بتاعه، بيصطدم بمين؟ بالار بي سيز. كل ما الار بي سيز زي القطر تبقى داخل عليه بسرعه جامده بيرجع بفريكوانسي عاليه قوي، بسرعه اقل بفريكوانسي اقل. يبقى من التشينج في الفريكوانسي بيعرف السبيد. ادي فكره الدوبلر فلو ميتر، كريستيان دوبلر في سنه 1842. عاوز اقول لكم حاجه جميله يا اولاد هتعجبكم قوي دلوقتي، انا عارف دي اللي هتحبوها. تحدثنا كل الاديان عن ان الكون بيتسع، خلاص الكون بيوسع. تم دوبلر اثبت هذه الحقيقه، اثبت ان الاديان بتتكلم اجابه صحيحه. زي الناس دول اللي هم في اوحى اليهم بهذه الاديان في القرون الاولى عرفوا الحقائق دي. دوبلر اثبت ان الناس دي ما بتتكلمش عن هوى انما عن وحي. لو راقبت نجم معين وشفت الويف لينث بتاع كل لون ليه ويف لينث، زي الاصوات، زي ما الاصوات ليها ويف لينث الالوان ليها ويف لينث. لو النجم بيقرب على الارض اوفر ييرز يعني بيقرب علينا، يبقى الفريكوانسي بتاعت اللون هتتحول للفريكوانسي الاعلى. لكن لو النجم بيبعد عن الكره الارضيه، احنا واقفين هنا والنجوم بتبعد بنراقبها اوفر ييرز، فلقوا ان النجوم بعد سنوات طويله الفريكوانسي بتاعت اللون، وطبعا اللون بيتغير للفريكوانسي الاقل، الفريكوانسي بتقل. دي نوتينج ايه؟ ان النجوم دي بتبعد، ان الكون بيتسع. لو كانت الكون بيضيق النجوم جايه علينا، قلنا اللي جاي الويف لينس بيتحول للاعلى، اللي بيبعد الويف لينس بيتحول للاقل الفريكوانسي. اسف مش الويف لينس، الفريكوانسي. ام سوري اي سيد ات رونج. لو النجم بيقرب اللون بيتحول الى الفريكوانسي الاعلى، لو النجم بيبعد اللون بيتحول للفريكوانسي الاقل. فهم قاعدين كده كروسنج ليجز، راح حاطط رجل على رجل على الارض، تاكدوا من حقيقه ان الكون يتسع. ازاي؟ بمراقبه النجوم وتسجيل الالوان اللي جايه منها، لقوا الالوان بتتغير للفريكوانسي الاقل، دي نوتنج انها بتبعد. لو كانت بتتحول للفريكوانسي الاعلى، اللون بيتحول للون اللي عنده فريكوانسي اعلى، كان معناها انها بتقرب علينا، لكن الكون يتسع. كانت هذه فقرة المعلومات العامة اللي أصريت أقولها هناك، وعيب ما أقولهاش هنا، لأن إحنا مش جايين مش كتاب نعرف لنا معلومتين بس، لنتأكد أنه وراء الخلق خالق، وأن الناس دي لم تتحدث عن هوى. أتمنى تبقوا أعجبتكم التأمل ده، وأنا عارف أنه مش عليكم على الإطلاق. أنتوا كل عليكم يا أولاد أن بيتقاس بالدوبلر. بس فهمتوا مين هو دوبلر ده؟ كريستيان دوبلر ده راجل نمساوي في النمسا، اللي هو ما كانش ماسك سميطه. لاحظ ان صوت القطر مش بس بيعلى زي اللي ماسكين سميطه، بيتحول للفريكوانسي الاعلى، اي بيصبح اكثر حده. لما القطر بيبعد بيتحول للفريكوانسي الاقل، اكثر غلاظه. وكذا في الاضواء، النجم اللي بيقرب بيديني لون بفريكوانسي اعلى، لو بيبعد يديني لون عنده فريكوانسي اقل. فلاحظوا بمتابعه النجوم اوفر ييرز ان الالوان بتتحول للفريكوانسي الاقل، دي نوتنج ان النجوم بتبعد، دي نوتنج ان الكون بيتسع. دي اطول فقره معلومات عامه، معلش يا ولاد سامحوني. النقطه الخامسه، الفيلوسيتي اوف فلو رائعه. الفلو از انفيرسلي بروبورشنال تو ذا توتال كروس سكشنال اريا. يعني كل ما التوتال كروس سكشنال اريا زادت الفلو يقل، قلت الفلو يزيد. طالب قال لي ما عندكش يعني مثال طفولي كده تفهمنا بيه؟ قلت له عندي حاجه، عندي امثله
لطيفة وطفولية، شرفونا تجدوا ما يسركم. لو انا اتذكر حاجات بشرح كاني بشرح لطفل ماسك خرطوم الحديقه، تخيل شويه ايماجينيشن، عارف العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل، حاجه على النظام ده. انا ماسك خرطوم حديقه دلوقتي، لما اضغط على الخرطوم يعني قللت التوتال كروس سكشن اريا، كلنا لاحظ ان الماء بيخرج اكثر اندفاعا. يبقى كل ما بقلل التوتال كروس سكشن اريا سرعه المياه بتزيد، يبقى 100% السرعه تتناسب عكسيا مع التوتال كروس سكشن اريا. من معلومه طفوليه طالب قال لي طب فسرها لي ليه هي انا، لان نفس كميه المياه اللي كانت هتمشي في حاجه واسعه لما انت ضيقت الخرطوم الكميه اللي مندفعه من الصنبور هي هتمشي في كميه الاضيق، يبقى لازم تزود سرعتها عشان خاطر نمرر نفس الكميه في نفس الوقت المتاح. فهمت ليه لما بتضيق الخرطوم السرعه تزيد؟ لانك بدل ما بتخرج من حته واسعه بتخرج من حته ضيقه، ولازم تخرج فتخرج اسرع. عشان كده قال لك السرعه تتناسب عكسي مع التوتال كروس سكشن اريا. تعالى تطبيق الجسم في الفاسكولار سيستم مره اخرى هنثبت انه وراء الخلق خالق. الاورطة يا اولاد 2.5 سنتي متر مربع. تخيل الاورطة كده، عاوزك تخيل اورطة زي قلم تخين كده، يعني مساحته زي دايره 2.5 سنتي متر مربع. انما لو خدت كل الكابيلرز اللي في الجسم التوتال، ما هو الاورطه ده بيغذي كل الكابيلرز في الجسم في السيستميك سيركوليشن، يبقى نفس الدم اللي ماشي في الاورطه هيتوزع على كل الكابيلرز في الجسم. عشان كده قلت يهمنا التوتال كروس سكشن اريا. فالكابيلرز مع بعض 2500 سنتيمتر مربع، يعني 1000 مره قد الاورطه. لو بصيت الارقام دي 2500 1000 مره قد 2.5. طب وعليه السرعه تبقى بالعكس، في الحته الضيقه في الاورطه لازم نمشي بسرعه جدا نص متر في الثانيه، بينما الكابيلرز الدنيا واسعه بنمشي بواحد على 1000 من السرعه، نص مش متر، ملي متر بير سكند، يبقى واحد على 1000. يبقى تاني المعلومه بتقول ان الفيلوسيتي اوف فلو، سرعه الفلو تتناسب عكسي، مهم جدا في الام اس كيو، مع التوتال كروس سكشن اريا، وشرحتها لك شرح طفولي. تضغط على خرطوم الحديقه تقلل التوتال كروس سكشن اريا، الميه تخرج بسرعه اكتر. طب طبق ده على الاورطه والكابيلرز. الاورطه التوتال كروس سكشن اريا 2.5 سم مربع، الكابيلرز اديها 1000 مره 2500 سم مربع. طب يبقى السرعه بالعكس، في الاورطه نمشي بسرعه نص متر في الثانيه، بينما في الكابيلاري لانه كبير قوي نمشي بسرعه 1 على 1000 تبقى نص مليمتر في الثانيه. وهنا مره اخرى الخلق خالق، حتى السرعات ماده للتامل. يعني عاوزك تتامل معايا، في الاورطه بنمشي بسرعه نص متر في الثانيه، نص متر في الثانيه، في الكابيلاري بنمشي بسرعه نص مليمتر في الثانيه. ليه كده؟ انا قلت اهم حته بيحصل فيها اكتشينج هي مين يا اولاد؟ مين الاكتشينج فيسلز؟ كابيلرز. يبقى لما تمشي الدم بسرعه نص مليمتر في الثانيه، حاجه لا تلاحظ، ده يدي مور تايم فور اكتشينج. انما في الاورطه ايه اللي هيحصل؟ يعني هنهبب ايه مع الاعتذار في التعبير في الاورطه؟ ففي الاورطه ليه نضيع وقت؟ الوقت عند ربنا شيء ثمين جدا. ففي الاورطة نمشي نص متر في الثانية لأن مفيش أي اكتشينج، نص متر في الثانية، نص متر في الثانية، إنما نيجي في الكابيلاري نص ملي متر في الثانية، نص ملي متر في الثانية، عشان ندي تايم فور اكتشينج. يبقى حتى سرعة البلاد والتوتال كروس سكشن اريا في السيركوليشن مادة للتأمل، وتثبت أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. وأتعجب أن يوجد ملحدون في عالمنا هذا، وأنا في كل صفحة بقول هناك الله موجود، قوة عاقلة وبتخليكم تفهموا، ما يبقاش عبارة عن أرقام عمين يحفظها. يا ربي أنت بتمشي الدم في الأورطة نص متر في الثانية لأن مفيش حاجة نعملها، فماشي بسرعة في الثانية نص متر، بينما في الكابيلاري نص مليمتر، نص مليمتر، عشان تدي تايم فور تشينج. جت ازاي؟
ان مجموع الكابيلرز وان اورتا بيدي كل ستيم الكابيلري 2500 سنتي بينما هنا 2.5 سنتي فالسرعه هنا تبقى 1000 مره قد هنا هنا نص متر هنا نص مليمتر اي هوب ام كلير ام اولويز كلير نيجي بقى التايبس اوف فلو اللي هي النقطه السادسه ساعات مره بيجي سؤال ديسكاس فلو دي الاجابه المزاجيه للفلو يا اولاد تايبس اوف فلو وي هاف تو تايبس اوف فلو في الحياه مش في الفسيولوجي وي هاف لامينر يعني الطبقات صفائح فلو او يسموها ستريم لاين يعني المولكيول ماشيه في اتجاه التيار في اللاين بتاع التيار وده سايلم ما دي الصوت وبرضو هسليكوا النهاردة هسليكوا قوي انسى السيركوليشن نحتاجين نتسلى بننبسط وفوق البيع بناخد الفسيولوجي تعالى ده البلود فيسل تخيل هو ده مجرى نهر النيل او الفرات ودجلة في العراق او اليرموك اي حاجة يعني ايه لامينر فلو يعني الموليكيول ماشية في صفوف كده منتظمة اول صف بيبقى ملاصق للول بيبقى فيه مقاومة عنيفة فبيبقى almost واقف الصف اللي بعده الموليكيول بتتسلايد اوفر الموليكيول بتاع دي فتبقى little bit faster وبعدين التالت little bit faster الرابع faster اسرع فلو يبقى في النص ادي مزايا اللامينر فلو يبقى اللامينر فلو الكل الموليكيول ماشية في اتجاه التيار عشان كده يسموها ستريم لاين ماشية في طبقات يبقى لامينر فلو وهثبتها لكم تعالى نتسلى اما اروح اقف كده على نهر النيل في عندنا حاجة اسمها ورد النيل اللي هو ورد ساعات حتى بيسد المجاري الصغيرة لو عندك قوة ملاحظة تلاحظ حاجة جميلة قوي ان ورد النيل الملاصق للجدار تقريبا متحركش لان احنا قلنا طبقة المية الملاصقة للجدار متحركش تقريبا سبب بتحرك بس ريزيستنس عالية بينما لو رميت بنظرك في نص النهر تلاقي ورد النيل عايم بسرعة رهيبة جدا ولو وقفت على نهر النيل ما انت سامع سريان الفلو لانه السريان منتظم فدي سؤال في الام اس كيو مهم جدا يبقى اللامينر فلو ده سايلنت وهقول لك ازاي هتتسالها في الشفوي انما قبل ما اقول لك ازاي بتسالها في الشفوي تعالى نتسلى الليله دي اتعجب من الناس اللي بتركب قوارب صغيره اللي هي الفلوكه وما عندهاش المعلومه دي لو انت ماشي بالفلوكه مع اتجاه التيار احسن مكان تحط روحك في النص مش محتاج تجدف جامد لان التيار سريع جدا انما لو حضرتك عاوز ترجع الفلوكه القارب الصغير ده تاني لصاحبه دؤدؤ اشهر واحد بيأجر الفلوكه اسمه دؤدؤ يبقى عشان ما انت بقى هتجدف عكس التيار احلى حاجه تمشي بجوار الايه الضفه بتاعت نهر الفلو بسيط مش هيقاومك قوي انا بقى بلاقي بعاين الغباوات اتنين كده بيحبوا بعض وتهدي حيله عاوز يرجع وقاعد في نص النهر وعمال يجدف حيث السرعه رهيبه اديك خدت درس في السيلينج في التجديف حضرتك لما تبقى واخد الفلوكه ورايح مع اتجاه النهر حط روحك في النص مش هتحتاج تجدف هو الطيار سريع جدا هياخدك طب عاوز ترجع الفلوكه تاني لو في النص هيتقطع نفسك خليك في البريفري الفلو قليل ملوش صوت فين السؤال بقى الشفوي هنا هنسألك لما تحط السماعة بتاع جهاز الضغط وانت بتقيس الضغط على فيسل مش محطوط عليه جهاز الضغط البس كده السماعة في ودانك خلاص البس السماعة وحطها على اي فيسل من غير جهاز ضغط حطها في اي فيسل سامع حاجة لا هنسألك ليه من غير جهاز الضغط ما بتسمعش حاجة الاجابة ايه لان نوع الفلو لامينر او ستريم لاين فلو الموليكيول ماشيه بانتظام فوق بعض بتتزحلق فوق بعض دي الصوت سايلنت تاني نوع من الفلو يا اولاد في العالم اسمه تيربلنت فلو تيربلنت يعني مضطرب وده ليه ساوندز هنا بقى انت ملاحظ الموليكيول مش ماشيه في صفوف انما الموليكيولز بتخبط في بعض فتدي ساوندز طب امتى يتحول الفلو اهم حاجه تحول الفلو من لامينر الى تيربلنت فلو لما السرعة تتخطى كريتيكال فيلوسيتي سرعة حرجة
لو السرعه زادت جدا ما تقدرش. زي بقولها ايه، بصوا بشبهها تشبيه حلو، زي لو مثلا عارف في كوريا كده يمشوا 8 صفوف 9 صفوف في الصين بانتظام ماشيه حلوه، لو حصل كياس يعني لخبطه انفجرت قنبله ولا حاجه وكلهم جريوا يخبطوا ببعض لانهم مش ماشيين بانتظام. لو تخطينا كريتيكال فيلوسيتي الموليكيل تخبط في بعض تدي صوت. انا هشبهها تشبيه احلى، عندي تشبيهات طفوليه للصوت. تروح على حدود امريكا وكندا في حاجه اسمها شلالات نياجرا، نياجرا فولز، تمام؟ دي قبلها بيبقى في نهر كده طويل اسمه نياجرا ريفر، نهر نياجرا، وعين في الاخر فول يروح نازله الميه. لو رحت 3 4 كيلو لورا وماشي جنب النهر تلاقي الفلو ماشي مفيش اي صوت، سايلنت. ليه؟ لانه طبقات فوق بعض، لامينار فلو، ستريم لاين فلو. تو ما توصل للفول للشلال الميه فجاه بعجله الجاذبيه بتنزل بسرعه رهيبه جدا، فجاه السرعه من بعد ما كانت سرعه معقوله بقت سرعه عاليه قوي، تخطت الكريتيكال فيلوسيتي، تحس صوت دوامات وصوت مزعج صوت الشلال. اظن تشبيه حلو يا اولاد. يبقى متى يتحول الفلو من لامينر الى تيربلنت؟ اهم حاجه لما تتغير الفيلوسيتي، لما يتخطى كريتيكال فيلوسيتي. عارف جهاز الضغط بيعمل ايه يا اولاد؟ جهاز الضغط بيضغط على الفيسل، واحنا قلنا زي خرطوم الحديقه، لما تضغط على الفيسل الفلو سرعته يحصل لها ايه؟ تزيد، تتخطى الكريتيكال فيلوسيتي، فعشان كده تسمع اصوات. يبقى من غير جهاز الضغط وانت مش ضاغط على الفيسل بيبقى لامينر او ستريم لاين سايلنت. هنسالك في الشافول، طب ليه لما بحط جهاز الضغط واحط السماعه اسمع اصوات؟ لان جهاز الضغط ضغط على الفيسل، ضغط على خرطوم الحديقه، فالفلو طلع اكثر اندفاعا، فتحول من لامينر الى تيربلنت، من سايلنت الى في نويزز، في ساوند اللي هي الارتيال بلاد بريشر ساوندز. طيب ايه تاني يعمل لي التيربلنت فلو؟ لو زاد الفيسكاستي اوف بلاد، لان حاجات جامده بقى تخبط في بعض هتدي صوت غير حاجات اقل لزوجه. وطبعا لسه شارحها في جهاز الضغط، لو اتغير الدايمتر اوف بلاد فيسلز، جهاز الضغط بيقلل الدايمتر اوف بلاد فيسل فبيزود الفيلوسيتي فتتخطى الكريتيكال فيلوسيتي فتدي سرعه. ده سؤال يا اولاد بيجي قليل، هو البلاد فلو بس مليان اسئله ام اس كيو. وفي عجاله برضه مش عاوز اعيده كتير، 6 نقاط مع شق مثل عشق النظام. الديفينيشن، الفوليوم اللي بيعدي بوينت معينه في اليونت تايم. تاني نقطه اللي هي بوازي هاجن فورمولا، دول اتنين. فورمولا ايه بتقول الفلو دايركتلي بروبورشن تو بريشر جريدنت اوفر ريزيستنس. طب فورمولا بي ريزيستنس، حاجتين في الوعاء اللينث والراديوس اس 4 تناسب عكسي، وحاجه في السائل اللي هو الفيسكوستي. طب عوض عن الريزيستنس في ايه بما يساويها في بي، يبقى الفلو بريشر جريدنت على بقى ما تقولش ريزيستنس، على اللينث في الفيسكوستي على يبقى تطلع فوق ريدياس اس 4. طب الاثنين بروبورشن، يبقى لو حطيت تساوي عاوز اثنين كونستنت. ده اشهر سؤال بيجي في الباي فيزيكس نظر يا اولاد. طيب النقطه الثالثه، خدنا الافكت اوف ريدياس وهو الاكثر تاثيرا والفيسكوستي والبريشر. النقطه الرابعه قلنا بنقيسه ازاي، انت اظن دلوقتي اساتذه في القياس، بندي التراسونيك وبنستقبل الايكو، كل ما الار بي سي تبقى داخله عليها بسرعه اكتر بيرتد الالترا سونيك ويف اللي هو الايكو بسرعه اكتر، الفريكوانسي بتتغير، الفريكوانسي بروبورشن للسبيد، الترا سونيك دوبلر فلو ميتر. بعدين النقطه الخامسه الفيلوسيتي فلو، زي خرطوم الحديقه تصغر الاريا التوتال كوست اكشن تزيد الفيلوسيتي، زي الاورطه 2.5 نص متر في الثانيه، انما هنا 2500 سنتي نص ملي متر في الثانيه. ثم النقطه السادسه انواع الفلو، لامينار، ستريم لاين، منتظم، طبقات بتتزحلق على بعض، ابطا ما يكون في البريفري، سؤال في الام اس كيو، اسرع ما يكون في السنتر، وحكيت لكم قصه الفلوكه. ورد النيل ما بيتحركش هنا وبيتحرك بسرعه جدا هنا، فلو انت ماشي مع اتجاه التيار اديني علمتك النهارده تجديف، حط روحك في نص النيل، عاوز ترجع خليك جنب البريفري. وده سايلنت. لما تتخطى كريتيكال فيلوسيتي زي نياجرا ريفر، لما يوصل الفول فجأة السرعة بمفعول الجاذبية زادت جدا، يبقى تيربلن فلو، تخبط المولك في بعض تدي صوت.
يبقى أهم حاجة لما نتخطى critical velocity أو لو زاد الـ viscosity أو لو حصل change في الدامتر. النهاردة كلها physics يا أولاد بإذن الله. هنخلص من physics سهلة وبسيطة بعد كده بقى كلام أجمل وأجمل. عايزين بقى نحسب الـ resistance. فضلنا حاجات بسيطة. Resistance in circulation. Systemic and pulmonary circulation. قلت لكم يا ولاد لما كتبت كتاب السيركوليشن وما زال يعني التغييرات فيه بسيطة لأني كتبته بفكرة واحدة. وبقى هي نفس الفكرة بستخدمها وورد وايد لما بدي في يو اس بدي في كندا هو نفس الكلام. أنا عنديش غير معادلة حافظها أي طفل في ثالثة ابتدائي. The flow أي flow في أي أنبوبة يتناسب مع حاجتين. دايركتلي مع البريشر جريدينت اللي هو دلتا بي بي 1 ماينس بي 2 وعكسي مع الريزيستنس. انا بقى عاوز احسب الريزيستنس فاعمل لي المعادله دي وهريها ثلاث صور على فكره لان فيها ثلاثه. ادي اول صوره بتاعت الفلو والنهارده هناخد الصوره الثانيه ريزيستنس والمحاضره الجايه هناخد الصوره الثالثه اللي هي البريشر. يعني معادلة من ثلاث حاجات ممكن تحطها في ثلاث صور. عاوزك بقى الصورة الثانية للمعادلة، مش عاوز ابتدي بالفلو، عاوز ابتدي من نفس المعادلة بالريزيستنس. يبقى الريزيستنس هجيبها فوق انزل مطرحها الفلو. يبقى الريزيستنس بروبورشنال تو بريشر جريدينت اوفر فلو. فهمتها جت ازاي؟ نفس المعادلة اهي. بس اللي هنا يطلع مضروب واللي هنا ينزل مقسوم. يبقى الريزيستنس بريشر جريدينت على فلو. طيب طبق ده بقى على السيستميك سيركوليشن. يبقى ريزيستنس بريشر جريدينت اللي هو بي 1 ناقص بي 2 الفرق بين اعلى ضغط في السيستميك سيركيليشن واقل ضغط في السيستميك سيركيليشن اوفر فلو. ونسمي الريزيستنس في السيستميك سيركيليشن توتال بريفر ريزيستنس. كلام لو جبنا طفل هيفهمني. سؤال للاذكياء فقط، تفتكر اعلى ضغط في السيستميك سيركيليشن هيبقى فين اللي هو بي 1 واوطى ضغط في السيستميك سيركيليشن هيبقى فين؟ طالب ذكي قال لي انا جاوبك. قلت له اتفضل جاوب. قال لي اعلى ضغط لازم يبقى في اول نقطه واقل ضغط لازم يبقى في اخر نقطه. قلت له ليه؟ قال لي ان هو ده اللي بيفسر ليه البلاد بيمشي من اول نقطه. فكر فيه، لازم اعلى ضغط يبقى في النقطه الاولى واقل ضغط في النقطه الثانيه. لو 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 اقل ضغط في الوسط وبعدين بعد كده الضغط عالي، فك طب يمشي ازاي؟ الدم بيمشي من ضغط عالي لضغط قليل. يبقى اللي يفسر لطالب مش ذكي عادي، اصل ذكي دي يعني مجامله زياده، ليه الدم بيمشي في السيستميك سيركيليشن من اول نقطه لاخر نقطه؟ لان اول نقطه عندها اعلى ضغط وهي الاورطة، واخر نقطه اخر نقطه السيستميك فينز بيصبوا في الرايت اتريم عنده اقل ضغط. يبقى اعلى ضغط اللي هو بي 1 لازم يبقى اللي هو الارتيريال باب بريشر في الاورطه، واقل ضغط السيستميك فينز قلنا السوبير فينا كيفا والانفير فينا كيفا بيصبوا في رايت اتريم، لازم يبقى في رايت اتريم. وده اللي يفسر ليه الدم بيمشي من اول نقطه لاخر نقطه، لان اول نقطه عندها اعلى ضغط واخر نقطه عندها اقل ضغط. طيب الضغط في الاورطه اللي هو 120 على 80 هناخد المين، مين ارتيا بريشر اللي هو قلنا متوسطهم مش 100 مش حكينا فيها بقى الرحله 90. طب الرايت اترال بريشر كنت حكيت لكم عنه، هو ليه ربنا حط الاس انود والافي نود اغلى حتت في القلب في الرايت اتريوم؟ عشان ما فيش فيه بريشر فيه زيرو. لما فسرناها ما قعدت اتامل تامل خاص بيا مش موجود في الكتب، ما كان ممكن ربنا يحطوا الاس انود والاي في نود في الليفت اتريوم. لا في بريشر في الليفت اتريوم، انما احنا دي اغلى حته في القلب مش عاوزين عليها اي ضغط لان الضغط بيقلل فلو البلاد سبلاي. فيبقى المين ارتيريال بلاد بريشر 90، الرايت اتريال بريشر 0. يعني حتى الارقام بتامل معاك فيها مش بقولها كرقم. طب والفلو في الفلو في السيستميك سيركيليشن هو الاوتبوت بتاع الليفت فنتكل اللي هو الكاردياك اوتبوت اللي هو 5 لتر. يبقى الريزيستنس بريشر جريدينت اوفر فلو، اعلى ضغط اللي هو الاورتيك بريشر
ارتيا باب بريشر 120 على 80 ل 100 90 اقل ضغط الرايت اتريوم اللي هو صفر والفلو هو الكاردياك اوتبوت بخمسة 90 ناقص 0 تساوي 90 على 5 تبقى 18. التمييز لطالب ذكي بعلمك حاجة حلوة بتستقي من المعادلة البريشر بيتقاس بايه؟ بالمليمتر ميركوري. طب والخمسة دي ايه؟ لتر بير مينيت 5 لتر في الدقيقة الكاردياك اوتبوت. يبقى التمييز 18 مليمتر ميركوري لكل لتر لكل مينيت. سهلة جدا. ولاحظ بعض الأذكياء ان المعادلة الأساسية كانت proportional بينما انا هنا حطيت ال equals وتجاهلنا ال constant لان احنا بنقارن مش مهم نطلع قيم بالضبط احنا بنقارن systemic بالبلمونري احنا مش محاسبين فانا فاهم ان في ناس أذكياء لاحظوا ان احنا هنا proportional وهنا تجاهلنا ال constant تماما عاوزك انا بقى قلت السيستميك حضرتك تقول لي البلموناري سيركوليشن واحد من 10 اسئله يبقى تاني الفلو اللي هي المعادله ما بشرح كل السيركوليشن بيها بريشر جيديانت اوفر ريزيستنس عاوز ابتدي بالريزيستنس يبقى ريزيستنس بريشر جيديانت على فلو الريزيستنس في البلموناري سيركوليشن بلموناري ريزيستنس الفرق من اعلى ضغط واقل ضغط بي 1 ماينس بي 2 اوفر فلو فطالب قال لي بس اعلى ضغط لازم يبقى في اول نقطه في البلمونري سيركيليشن اللي هو البلمونري ارتري وبعد ما الدم يروح للرئه ويبقى اوكسجينيتد بيرجع لاوطى نقطه اللي هي الليفت اتريوم وقلت اللي بيفسر ان الدم بيمشي من اول نقطه لاخر نقطه ان اول نقطه وهي البلمونري ارتري عندها اعلى ضغط واخر نقطه وهي الليفت اتريوم عندها اقل ضغط المين البلمونري ريزيستنس البلمونري بريشر اسف المين بلمونري بريشر كنا قلنا 25 على 8 المتوسط في بعض الجامعات 16 في البعض الثاني 15 خليها 15 مفيش مشكله تبقى فاهم انها مش بالملي 15 طب الليفت اتريوم بريشر كام هنا بالزيرو بقى عشان كده فهمت ليه ربنا ما حطش الاس نود والاي نود في الليفت اتريوم لان البريشر فيهم 8 ويبقى الفلو في البلمونري سيركيليشن هو الكاردياك اوتبوت بتاع الرايت فنتكل اللي مشاور عليه اللي هو 5 لتر في الثانيه لان احنا قلنا الاوتبوت بتاع الرايت فنتكل زي الاوتبوت بتاع الليفت فنتكل يبقى 15 ناقص 8 ب 7 على 5 تبقى تساوي لو يعني استلفنا لها 0 70 على 5 تبقى 1.4 14 وفي نقطه هنا في النص 1.4 مليمتر ميركوري لكل لتر لكل مينت يبقى خلصنا بايه يا اولاد ان مين عنده ريزيستنس اكتر الليفت فنتكل بيضخ نفس كميه الدم اللي بيضخها الرايت فنتكل 5 لتر اللي هو الفلو بس ده بيقابل ريزيستنس 18 انما ده بيقابل ريزيستنس 1.4 فده يفسر ليه الليفت فنتكل 3 تايمز الثيك از ده رايت فنت حتى هنا رسمها خط واحد شوف مين هيفتكر الحكايه دي لما نيجي للبلمونري سيركيليشن انما ده ثلاث خطوط يبقى سهله تاني هقول الفكره بتاعتها بسرعه في عجاله يلا انت تقول معايا الفلو بريشر جدا على ريزيستنس طب يبقى ريزيستنس من نفس المعادله بريشر جدا على فلو طيب طبق ده على السيستميك سيركيليشن بريشر جدا هو الفرق بين اعلى ضغط واقل ضغط واحنا فهمنا الطلب الاسكية اعلى ضغط لازم يبقى في اول نقطة اللي هو الاورطة ارتيا بلاد بريشر المين ارتيا بلاد بريشر هو 90 واقل ضغط في اخر نقطة السيستميك فينز السوبيرو انفيرو كيفا بيصبوا في الرايت اتر اللي هو ربنا حاطط فيه الاس نود والاي في نود عشان ما فهمش ضغط البريشر فيه زيرو وقلت لازم اعلى ضغط يبقى في اول نقطة واقل ضغط في اخر نقطة لان ده اللي بيفسر ليه الدم بيمشي من اول نقطة لاخر نقطة يبقى 90 ناقص 0 طب والفلو في السيستميك سيركيليشن هو الاوتبوت بتاع الليفت فنتكل هو الكاردياك اوتبوت اللي هو 5 لتر يبقى 90 على 5 تبقى 18 ملم ميركوري لكل لتر لكل مينت نفس الكلام عملناه هناك مش هعيده بقى اعلى نقطه اللي هو البلمونري بريشر اللي هو 25 على 8 المين 15
واقل بريشر في الليفت اتريم لان البلمونري فينز بعد ما بيصبوا في الليفت اتريم ليها 8، لكن نفس الكاردياك اوتو بتاع الرايت فينتكل يساوي الليفت فينتكل يساوي 5 لتر. 15 بس 8 على 5 1.4. والتمييز تجيبه ازاي؟ خليك ذكي. انت بتقسم بريشر الملي متر ميركوري على اوتبوت اللي هو لتر بير مينيت. بس حلو خالص. طيب هانت هانت يا ولاد خالص، حاجات بسيطه خالص، حتتين صغيرين ونقفل كده ونمشي. Vascular compliance. كنا خدنا compliance، فاكر compliance؟ قراءة جديدة في صفحات قديمة. Compliance is a ratio، فاكرها؟ between change in volume and change in pressure. يبقى compliance is، يلا نقولها تاني مع بعض زي ما كنا بنقول، coronary is a time. Coronary is a time needed by double drivers. طب compliance is a ratio. Compliance is a ratio between change in volume to change in pressure. وقلت لك لما حاجة compliant وحلوة تقدر تشيل حجم كبير بتغير صغير في البريشر، فيبقى الريشيو يطلع عالي. لأن الحاجة لما توسع تقدر تحط فيها فوليوم كبير، كلام بالبلد اهو الأطفال، فوليوم كبير بتغير صغير في البريشر انها بتوسع. عشان كده بقى compliance measure of distensibility expansibility and not elasticity. compliance عايزة توسع، elasticity عايزة تصغر، لو كنتوا فاكرين. طيب هنطلع على الارتز والفينز، ما احنا بنتكلم على السيركوليشن، وهي قاعدة عامة يا ولاد مش على الارتز والفينز. في الاول اقدر احط فوليوم كبير بتغير صغير في البريشر، شايف الفوليوم اهو باللون الاحمر كبير والتغير في البريشر قليل، يبقى الباست كبير والمقام صغير، يبقى الكومبلاينس تبقى عاليه قوي. في الاخر اي فوليوم تحطه هيزود البريشر جامد، يبقى هتحط فوليوم صغير بتغير في البريشر كبير فيطلع الكومبلاينس لو. يبقى في البدايه ات لو بريشر الكومبلاينس بيبقى هاي، ات هاير بريشر الكومبلاينس بيبقى لو. طالب قال لي برضو انت كل شرحك حاجات طفوليه حلوه، عندكش حاجه طفوليه كده تفكرنا بالكلام اللي قلته ان ات لو بريشر الكومبلاينس بيبقى هاي وات هاي بريشر بيبقى الكومبلاينس فيري لو؟ قلت طبعا عندي. عارف ليه؟ لان الفسيولوجي كمل حياه. الجمله اللي بحب اقولها، تعالى هنجيب شنطة هاند باج هنسافر بيها، أو الشنطة اللي بتحطوها على ظهركوا دي. في الأول تقدر تحط قمصان كتير فوليوم كبير والشنطة مش متضايقة. بس أنت لسه فاضل لك قميصين تلاتة عاوز تحطهم. تيجي بقى بتزنقها في الآخر بآخر قميصين تلاتة تحطهم، ممكن الشنطة من كتر البريشر تفرقع. يبقى في الاول دائما ابدا الشنطه كومبلاينت بتطوعك، تقدر تحط حاجات كتير فوليوم كبير والبريشر ما بيزيدش قوي. انما في الاخر بقى لما تملاها تماما قميصين ثلاثه يفجروا لك الشنطه، يبقى فوليوم صغير زود البريشر جامد فالشنطه انفجرت. يبقى الفسيولوجي يا اولاد كمل ايه؟ اسمعها منكم، كمل الحياه. اي فيسل، اي هارت، اي ستومك، اي حاجه قابله اتساع، في الاول ممكن تحط فوليوم كبير بتغير صغير في البريشر، في الاخر لما تتزنق اقل فوليوم هيفجرها، هيزود بريشر جدا. يبقى في البدايه بيبقى الكومبلاينس هاي وفي النهايه الكومبلاينس تبقى لو. كلام طفولي الفسيولوجي، يلا اسمعها كما ايه؟ كما حاجه. برافو عليكم. طيب دلوقتي احنا عندنا ارتز وفينز. مين فاكر من اول صفحه في المحاضره كان مين اللي عنده مين الكومبلاينت فيسلز؟ طالب قال طبعا انت قلت الفينز هي الكومبلاينت فيسل، عشان كده بتشتغل كبلاد ريزرفوار 60 ل 70% من الدم، ثلثين الدم موجود في الفينز. فاهي الاورطه والميجور ارتز هنا لو حصل لك اثيروسكلروز تصلب الشرايين يبقى الارتز مش هتقدر توسع، يبقى ده هينقص كومبلاينس. طب ايه اهميه ان الارت يبقى سليم بقى وبيوسع لما قلنا كان في استك؟ فاكرين حاجتين، ايه اهميه ان الاورطة والارتس كان فيها استك بيوسع في السيستول ويضيق في الداستول، يستان في السيستول ويضيق في الداستول؟ قولهم لي. كنا قلنا حاجتين،
ان الهارت بيزق الدم بس في السيستول والالاستيك اليمنت بتزق في الداستول، يبقى ده اللي بيعمل كونتينوس فلو. لكن لو كانت انبوبه حديد مفيش اي كومبلاينس ما بتوسعش، كان الدم يمشي في السيستول ومفيش دم يمشي خالص في الداستول، كان يبقى الفلو انتربتد، يمشي في السيستول ويقف، يعني يمشي في السيستول ويقف. لكن الهارت بيزق في السيستول والالاستيك اليمنت بتزق في الداستول كونتينوس فلو. نمره 2 قولوها لي، ان ده بيمنع الارتفاع الشديد في السيستوليك بريشر ويمنع الانهيار الشديد في الداستوليك، هو ده اللي مكتوب قصادنا. يبقى ده اهميه ان الارتس كومبلاين قابله انها توسع، فيها الاستيك اليمنتس قابله انها توسع في السيستول ديستند وتريكويل في الداستول، فده بيخلي الفلو كونتينوس وبيمنع التغيرات القصوى في الارتيريا بلاد بريشر. العكس اللي حصل اثيروسكلوزس مش هتوسع. لو فيها لو كومبلاينس حصل فيه اثيروسكلوزس يبقى بالعكس الضغط هيعلى جدا، وطبعا ده هيزود الكاردياك وورك. انما يبقى مين الفيسل اللي مور كومبلاينت يا اولاد؟ الفينز. الفينز 24 تايمز مور كومبلاينت ذان ارتس. تصور يعني ايه معنى الكلام ده؟ فهمه لك، يعني لو حطيت فوليوم معين في الارت يزود البريشر 1 مليمتر ميركوري، ممكن تحط 24 هذا الحجم اللي حطيته في الارتي ويزود برضو 1 مليمتر ميركوري بريشر. مش احنا كنا قلنا تعريف الكومبلاينس، ارجع لمحاضرات الريسبريشن، هي ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر. كان في تعريف تاني، هي الفوليوم تشينج بير يونت بريشر تشينج. اقدر احط قد ايه فوليوم ويزيد البريشر واحد بس. في حاله الفينز انها مور كومبلاينت تقدر تحط 24 الحجم اللي بتحطه في الارت. اوعى تنسى الرقم ده، الفينز 24 تايمز مور كومبلاينت ذان ارت. حتى رقم حلو، مش يقول لك 24 ايرات، يعني حاجه حلوه خالص 24 ايرات. او بحكيه عشان ساعات لو بتقول بنفتكر انت قلتها ازاي. طب مين البرايمري ديتيرمنت اوف فينس كومبلاينس؟ الفينس ستونز طبعا، مش عاوز افك. يعني كل ما زاد ستون التون زاد، بالعكس مش هتوسع، السمباتيك بيزود الفينس تون فيقلل الكومبلاينس. انما كل ما التون يقل يبقى توسع اكتر، يبقى ده البرايمري تيرم. حاجه جميله بقى يا اولاد، في حاجه في اسمها ديليد كومبلاينس. يعني في كومبلاينس خدناها، قلنا اي حاجه قابله للاتساع، هارت فيسل، اللنج اللي هي اول مره خدناها، يورينري بلادر بتوسع وتحط فيها بول، الستومك توسع وتحط فيها اكل، كل حاجه قابله للاتساع لها كومبلاينس. في بقى في الفيسلز حاجه اسمها ديليت كومبلاينس او ستريس ريلاكسيشن، ده الاوائل. ما ايه تعريفها؟ ديليت ريسبونس اوف بلاد فيسلز خلاص تو سادن تشينج ان بريشر اور فوليوم بلاد. طالب قال لي مش فاهم، افهمها لك بطريقه لو عيان عملنا له اوفر ترانسفيوجن، حطينا دم كتير في السيركيليشن بتاعته، تتوقع ايه؟ الفيسل حجمها محدود وانت حطيت دم اكتر ما ينبغي، البريشر يزيد جدا. بعد شويه الفيسل يحصل لها ستريس ريلاكسيشن او ديليد كومبلاينس، يعني ما بتحصلش على طول، والبريشر يرجع قريب من نورمال. ظاهره رائعه بتضمن ان اي اخطاء لو عملت اوفر ترانسفيوجن، لو حصل هيموريج للعيان، الفيسل بتعدل حجمها ليواكب اهو بالبلدي التغير في حجم الدم او ضغط الدم. يعني مش لازم الحجم، افرض الضغط انا اتشنكت والضغط زاد جدا، الفيسل توسع. افرض ان انا حصل لي شوك من خبر سيء وهيغمى عليا، الفيسل تضيق عشان تعلي الضغط. ايه الروعه دي؟ سبحان الخالق، الفيسلز كاباسيتي بتادجست للفوليوم، بس مش على طول، فسموها ديليد كومبلاينس اور ستريس ريلاكسيشن. شيء رائع، فكر اقرا وانت مبسوط من اللي بتقراه، كل مره تقول ثانك جاد، ايه العظمه اللي جوه جسمنا دي. دعوه في كل الاديان، في انفسكم افلا تبصرون، وفي الانجيل انظروا، دعوة لأن الواحد يبص، بصوا معايا ايه الجمال ده.
ان الفيسلز عندها ديلايد ريسبونس ما بتحصلش اون ذا سبوت. لو حصل تغير في الفوليوم او حصل تغير في البريشر بتظبط روح. اتس نوت ريليتد تو كونتراكتيليتي، اتس ريليتد في الام اس كيو تو ذا فيسيكو فيسكو الاستيك بروبرتي. يبقى اتس نوت ريليتد تو، اتس نوت ريليتد تو كونتراكشن، انما اتس ريليتد تو ذا فيسيكو الاستيك بروبرتي. وبرضه مره اخرى مور ان فينز، ما هياش متعلقه بالكونتراكشن، متعلقه بالفيسيكو الاستيك بروبرتي. عارفه ايه؟ ان الكروس بريدجز كنت شرحتها لكم الاسبوع اللي بتعدل وضعها. طب ايه الامبورتنس؟ ان الفيسل اهي بتسلولي ادجاست للتغير، الزياده او النقصان في الفوليوم او في البريشر اللي هو قلناه، تو مينيمايز عشان تقلل التغير في السيركيتري بريشر، زي في حاله هيموريج او اوفر ترانسفيوجن. لو حصل لي نزيف الفيسل تصغر عشان الضغط ما ينهارش، اوفر ترانسفيوجن الفيسل توسع عشان الضغط ما يعلاش والفيسل تنفجر. وجايب لكم رسمه رائعه اهي، تجربه عملوها حلوه قوي قوي، احب اقولها لكم في دقيقه بالظبط عشان تفهم اكتر. ازاي اثبتنا الكلام ده؟ جابوا حته من فين، احنا قلنا في الارتي والفين موجود الكلام ده بس في الفين اكتر، الفين عندها كومبلاينس اكتر وديليد كومبلاينس اكتر. اهو جبنا حته من فيسل وقفلناها ات بوث اندز، وهنا بنقيس البريشر فيها، وبعدين دخلنا فيه عملنا اوفر ترانسفيوجن، دخلنا فلويد اكثر ما ينبغي، فالبريشر حصل له ايه؟ زاد. لاحظنا ان بعد فيو مينتس الفيسلز وسعت والبريشر قل، فسموها ديليد كومبلاينس او ستريس ريلاكسيشن. طيب سحبنا حجم الدم اللي خدناه، يعني زي واحد حصل له هيموريدج فالضغط قل جدا، بعد فيو مينتس الفيسل صغرت روحها وعلت الضغط تاني، ده يسموه delayed compliance or stress relaxation. It's not due to contractility إنما it's due to change in the viscoelastic property of veins، اللي هي بكلمة بسيطة غالبا هي rearrangement of cross bridges، بتسمح للإيه؟ للفيسل اللي هو الفينز أساسا أقوى من الأرتي انه يادجست الفوليوم بتاعه مع اي تغير في البلاد فوليوم او في البلاد بريشر. شوف العظمه، عشان نحافظ على الضغط قريب من نورمال. ده يا اولاد دي لو طبيعه، ده انت تحس ان في عقل محطوط في المخلوقات دي، المخلوقات دي مخلوقات عاقله، ربنا حط فيها العقل، بتتصرف العقل. واتعجب ان يوجد ملحدون وراء الخلق، خالق قوه عاقله نسميها الله. اخر بيج يا اولاد، انا عارف اطلت عليكم شويه بس يعني بتمتع معاكم واتمنى تبقوا متابعين كويس. volume of blood in different parts of circulation، ده سؤال ام اس كيو، ده مجموعه ارقام بس فيها رقم واحد طبعا هو المهم. البالمونري سيركيليشن فيها 9% من الدم، الهارت فيه 7% من الدم، يبقى كام كده؟ 16%. تبقى تتوقع السيستميك سيركوليشن فيها كام؟ فيها الاكثر 84%. يبقى اللانج فيها 9%، الهارت 7%، حكى حتى بالعقل اللانج اكبر من الهارت في الحجم يعني حتى بصوره، فده 9% ده 7% مع بعض 16، السيستميك 84%. انا اهم حاجه يا ولاد عاوزكم تعرفوها، تتوقع معظم ال 84 دول فين؟ في الفينز. مش قلنا انها كومبلاينت فيسلز؟ كباسيتا فيسل صح، ريزرفوار فيسل صح، كل ده في الفين جاوبه صح، ثلاث اجابات في الفين صح. كباسيتا فيسل صح، كومبلاينت فيسل صح، ده هي مور كومبلاينت زي الارتي 24 مره. بلاد ريزرفوار فيها قلت اي رقم ما بين 60 و70%، هنا اللي كتبناها 64%. طب الارتيز فيها كام؟ 13. الارتريولز والكابيلر السبعه يبقى كده 20. يبقى باقي من ال 84 64% في الفينز. لانها انا بس عاوز رقم واحد يا اولاد، ان السيستميك سيركوليشن فيها اكتر من البلمونري سيركوليشن، اوعى تنسى دي. السيستميك فيها اكتر من البلمونري سيركوليشن، دي حاجه. وبعدين معظم الدم موجود فين؟ في الفينز يا اولاد. 64%. نقولهم تاني في عجاله؟ يلا اللي عنده ذاكره في الارقام. 9% في اللانج، 7% في الهارت، يبقى كده 16.
يبقى باقي 84 في سيستميك سيركوليشن، منهم 64 في الفينز اهم حاجه تقريبا ثلثين الدم، وبعدين الارتز 13% الارتريولز والكابيلاريز 7%. اخر حاجه بقى نقولها اللي هي لابلاس لو، كنا خدناها قبل كده يا اولاد. لابلاس لو ان سيلندر، لو لابلاس قلنا اللي هي لو انبوبه، ايه التنشن هو اللي ممكن يفجر اي انبوبه. فقلنا لو سالنا رجل الشارع، قلتها قبل كده هقولها تاني، ايه اللي ممكن يفجر اي انبوبه؟ هيجاوب اجابه بسيطه خالص، يقول لي لو البريشر زاد، يبقى 100% تنشن، الوول تنشن بيساوي البريشر، كل ما البريشر زاد هيزيد الوول تنشن. لكن احنا كنا اذكى شويه من رجل الشارع، قلنا والاريا المعرضه لهذا البريشر، كل ما الانبوبه بقت اكبر محيطها اكبر يبقى مساحه اكبر معرضه للضغط، يبقى احتمال انفجارها يبقى اكتر. طب من يمثل محيط الدايره هنا؟ الراديوس، لان احنا قلنا محيط الدايره اذا كنت انا فاكر 2 طهنق نصف القطر ثابت 2، فيبقى المتغير هو الراديوس، فدي معادله تاريخيه. يبقى التنشن ده لابلاس بيعتمد على شيئين، يزيد لما يزيد البريشر، دي قالها رجل الشارع، وانتوا زودتوا حته لما يزيد الاريا المعرضه لهذا البريشر اللي هي محيط الدايره بتاع الانبوبه، ويمثلها من المتغير الراديوس. طيب لو عايز احط لابلاس بصوره ثانيه، يبقى البريشر يساوي ايه؟ دي تيجي بدل مضروبه تيجي مقسومه، يبقى التنشن على الراديوس. تعال نطبق ده على السيركوليشن. ايه رايك؟ هسالك سؤال لطيف، تفتكر الكابيلاريز، هنسالك في الشفوي، كابيلاريز شعيرات ار فراجايل ستراكشرز ولا نوت فراجايل؟ فراجايل يعني هشه قابله للكسر، معظم الطلبه يقولوا لنا كابيلاريز فراجايل. سيربرايزنج، من الاخذ للعجب، ان ديسبايت ان الكابيلرز رفيعه جدا they are not fragile. ليه؟ بسبب لابلاس لو، التنشن اللي ممكن يفجر الكابيلري هو حاصل ضرب البريشر في الراديوس. طب ايه رايك في الراديوس بتاع الشعيره؟ ما هي شعير الدم بس، ده اللي اقدر امسكها لك دلوقتي، الراديوس صغير جدا. اقول لك المفاجاه، الكابيلري ممكن فيها البريشر يزيد، افتح ودنك، يبقى قد الارتيريال بلاد بريشر ولا تنفجر. ده كابيلريز كان ويذستاند بريشر مساوي 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 للارتيريال بلاد بريشر وذاوت رابتشر بيكوز اوف لابلاس لو. لابلاس قال التنشن اللي فجر الوول محصله حاجتين، بريشر في ايه؟ في ايه؟ في الاريا اللي هو مين؟ الراديوس. الراديوس بتاع الكابيلريز صغير جدا، فممكن تتحمل بريشر اللي بقوله مش مثال، حقيقه equivalent to arterial blood pressure من غير ما يحصل لها رابتشر. So capillaries في الام اس كيو ار نوت فراجايل. لو بقت فراجايل يبقى ده مرض، يبقى نقص فيتامين سي، الاسكربوت هنبقى نتكلم عليه، اولد ايج، يبقى ادمت. انما نورمال الكابيلاريز مش فراجايل، ما نغلطش الغلطه دي. ده نص القانون. نيجي القانون الجزء الثاني بقى، يبقى الكابيلاريز نوت فراجايل. هنطبق القانون ده مش في السلندر، في سفير. سفير يعني ايه مثلا؟ زي مرجل كده اللي بتاع البخار، اللي هو حاجه يعني مش انبوبه، في 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 كوره جواها فلويد، اللي هو في حالتنا الهارت. طب نطبق القانون، في السلندر البريشر بيبقى على 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 على, على الوول ده بس، لكن ما فيش بريشر الناحيه دي لان الوول ده مفتوح اهي، يبقى في ريدس واحد بس. انما لما اشتغل في 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 هارت بيبقى البريشر مأثر على ده اللي هو ريدياس 1 ومأثر على ده اللي هو ريدياس 2. فيبقى كنا احنا هناك قلنا البريشر تنشن على ريدياس. هنا بقى اقول البريشر يساوي تنشن على ريدياس 1 زائد تنشن على الريدياس 2. طيب لو ان ريدياس 1 تساوي ريدياس 2، لو هما ايكوال، يبقى ممكن المعادله دي خدناها بقى نوحد، يبقى البريشر يساوي 2T على R، لأن المقام R1 و R2 قد بعض، يبقى D زائد D يبقى 2T، ودول قد بعض يبقى على الR. ده الصورة الثانية اللابلاس لو.
يبقى اللابلاس لو بتاع السيلندر بتاع الانبوبه حاجه، لان في راديوس واحد بس اللي بيتعرض للضغط، انما في الهارت في الاستومك في اليورينري بلادر في راديوس 1 وراديوس 2. يبقى البريشر تساوي تنشن على راديوس 1 زائد تنشن على راديوس 2، حيث راديوس 1 يساوي راديوس 2، يبقى البريشر تساوي 2 تي على ار. طيب نقول بقى الكلينيكال امبورتنس ونقفل بكده يا اولاد. يبقى تفتكر لما يحصل عندنا دايليتد هارت، الهارت بقى دايليتد يعني الراديوس زاد، تبقى مصيبه. يبقى مور تنشن از نيدد تو جينيريت انف بريشر جوه الفنتكل، يعني بيعمل مجهود جامد عشان يفتح الاورتيكال بابلوناري فالفز. ادي اول تطبيق كلينيكي، ان ليه بنخاف لما الواحد يحصل له دايليتد هارت او هايبرتروفي، لانه دايليتد هارت يعني الريديوس زادت. فلما الريديوس زاد، بص بقى المعادله، لما الريديوس يزيد يبقى لازم الهارت يعمل مور تنشن تو جينيريت ذا سيم اماونت اوف بريشر اللي ممكن تفتح سيمينار فالفز. ما انت زودت المقام، يبقى عشان توصل البريشر اللي هو 80 اللي بيفتح الاورطة و15 بيفتح البالمونري، لازم تجنريت مور تنش، يبقى الهارت هيزود الورك. ادي اول تطبيق. التطبيق الثاني، اليورينري بلادر والستومك، تقدر تحط اليورينري بلادر جواها 300 ل400 سنتي من غير ما الضغط يزيد فيها. ليه؟ لانه الرادياس بيزيد خلاص، بس لما تحس ان المثانه في الضغط فيها عالي تحس انك عاوز تروح التواليت. فهنا المثانه تقدر تتسع تشيل 300 ل400 سنتي، فزياده الرادياس بيؤدي الى ان البريشر ما يعلاش قوي، فما تحسش بعد 300 ل400 سنتي اي 10 سنتي بيدخلوا للمثانه تحس ان هتنفجر. ليه؟ لان مش قادره توسع اكتر من كده. ومثلها المعده، تصور المعده دي، لما تبص على المعده الفاضيه اعداد لطيفه قوي، مش عليك بس يعني اللي يعرف يفتكرها لنفسه، تشيل 50 سنتي، لكن ممكن تتسع وتشيل لتر اكل، يعني مثلا 4 هامبرجر كده ساندوتشز معايا. يبقى هنا فيرست بوث تنشن اند راديوس ار انكريز، فيحصل سلايت انكريز ان بريشر. بعد كده ما بتوسعش، فالتنشن يزيد جدا من غير ما الراديوس يزيد، فالبريشر يزيد جدا. يعني انا عملها لك كيرف عشان تفهم اهو. اليورين اتجمع لحد 300 400 سنتي اهو، البريشر ما بيزيدش. ليه؟ لان التنشن بيزيد بس الراديوس البلادر بتوسع، كان اكوموديت. لما تتملي الاخر بقى لحد 300 400 سنتي، لا مش قادره توسع عن كده. فاي زياده في الفوليوم اوف يورين مش ما بيقابلوش زياده في الراديوس، ما بتوسعش، يبقى البريشر يزيد جدا، فتحس انك انت عاوز تروح التواليت. ونفس الكلام بالنسبه للمعده، ده يسموه البريشر فوليوم كيرف اوف يورينري بلادر، اللي هو حاجه زي الكومبلاينس. فاكر كنا قلنا الكومبلاينس في الاول بتبقى حلوه قوي، ممكن احط فوليوم كبير، بس لاحظ هنا في الكيرف ده احنا ممثلين الفوليوم بالعكس على الافقي والبريشر على الراسي عشان ما تلخبطش. واحنا من حقنا نعمل اي حاجه، ممكن نمثل فوليوم هنا والبريشر هنا او العكس. في حاله البلادر بنحط البريشر في مواجهه الفوليوم، الفوليوم على الافقي. يبقى عمال احط فوليوم كبير اهو والبريشر ما بيتزيدش. ممكن اجمع 300 400 سنتي اديك وانت قاعد تسمع المحاضره، جمعت 300 400 سنتي ومش حاسس باي رغبه انك تروح التواليت. ليه؟ لان الرادياس بيزيد ايكوالي مع التنشن، فالبريشر ما بيزيدش. لكن لما الرادياس يتوقف البلادر مش قادره توسع اكتر من كده، تلاقي البريشر يزيد جدا، كومبلاينس تقل. ونفس الكلام بالنسبه للمعده. ثالث تطبيق واخر تطبيق لسه قايلينه يا اولاد، الكابيلرز. الكابيلرز نوت فراجايل. ليه؟ ممكن تتحمل ضغط كتير اهي، حتى ناسيين نكتب الضغط، بسبب ان الراديوس بتاعها صغير جدا، فممكن تتحمل ضغط معادل للارتيريال بلاد بريشر، او تتحمل بريشر جامد لان الراديوس صغير خالص without being rupture، من غير ما تنفجر. ده اللي هو لابلاس لو، تكتب لي عليه نظري مهم اس الف، نقوله في العجاله وكده انا خلصت يا اولاد. يعني ممكن اللي فهمه يقفل ويمشي. هنا سلندر يا اولاد، في سلندر قلت لو سالنا رجل الشارع التنشن
اللي ممكن يفجر الأنبوبة يعتمد على إيه؟ هيقول على البريشر. وإنتوا هتقولوا لا، في حاجة تانية كمان، الأريا المعرضة لهذا البريشر ويمثلها الريديس. فبقت الصورة الأولى للابلاس لو التنشن يساوي البريشر في الريديس. طب الصورة الثانية للابلاس لو يبقى البريشر يساوي التنشن ديفايدد باي ريديس، ده مضروب هنا يجي مقسوم. خلينا نقول الابلكيشن مع بعض في الاخر. طب ان سفير، يبقى احنا نقول بريشر تنشن على ريديس، ده الصوره الثانيه. طبقها على سفير بقى هنا في الحاجه المدوره زي المثانة البوليه زي الهارت زي الاستومك، لا في بريشر هنا على ريديس 1 وبريشر على ريديس 2. يبقى اذا البريشر ما يساويش تنشن على ريديس، تنشن على ريديس 1 زائد تنشن على ريديس 2، حيث ريديس 1 و2 متساويين يبقى البريشر تساوي 2 تي على ار. ده لما يبقى سيمتريك هيمسفير، يعني ريديس 1 يساوي ريديس 2. بعد ما تقول الصورتين بتاع لابلاس لو عشان تاخد فول مارك، تقول الثلاثه امبورتنس، 2 على كره واحده على انبوبه. الانبوبه اللي هي الكابيلري، الكره الدايليتد هارت. ايه عيب الدايليتد هارت؟ ان الريديس زاد، وبالتالي لازم تزود التنشن قوي عشان لما الريديس ده يزيد لازم تزود التنشن جدا عشان تجنريت انف بريشر تو اوبن ذا سيمينور فالفز. يبقى انكريزد ريديس مينز انكريزد ريديس مينز الهارت هاز تو كرييت مور تنشن تو كرييت ارتيريال بلاد بريشر سفيشنت تو اوبن ذا اورتيك اند بالمونري اللي هم سيمينور فالفز. طب اليورينال بلادر، شفنا ان ممكن تشيل لحد 400 سنتي، والمعده لحد لتر بقى مش 400 سنتي، من غير ما البريشر يزيد. بعد كده اي زياده في الفوليوم بتاع اليورين في اليورينال بلادر او في الاكل بتاع المعده هيعمل ماركت انكريس ان بريشر، تحس معدتك خلاص هتنفجر، البلادر لازم تقوم تفضي. يبقى دول تطبيقين على السفير. التطبيق الثالث على التيوب اللي هو الكابيلري. هل الكابيلري يا اولاد فراجايل ستراكشر؟ مش عاوز تغلطوا بقى. ديسبايت ذا ديليكيت ستراكشر اوف كابيلاريز، اسمعها تاني الجملة جميلة، despite the delicate structure of capillaries، نعرفها delicate، معمولة من one layer of endothelium flat endothelium، they are not fragile، they are not fragile. ليه؟ لأن الريديس بتاع الكابيلاري صغير جدا، شعرة أو شعيرة حتى، فكان withstand very high pressure مساوي لل arterial blood pressure، ممكن تتحمل ضغط يعادل الضغط الشرياني من غير ما التنشن يزيد enough to rupture capillaries. فنورمالي despite the delicate structure of capillaries، قولوا انتوا بقى they are not a fragile، ما هماش هشين، can withstand، يمكن ان يتحملوا pressure which equals the arterial blood pressure without being ruptured. ليه؟ لان التنشن حصل ضرب البريشر في الريديس، وهم they have got very 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 small radius، فكان withstand very 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 high pressure up to the arterial blood pressure without rupture. كده يبقى خلصنا الفيزيكس of the vascular system. وزي ما انت شايف ده اللي هو الطلبة متعقدين منها، مفيش حاجة صعبة يا أولاد لما ندرسها من منظور واحد انه وراء الخلق خالق. بأشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، وألقاكم على خير بإذن الله، وأسعد الله مساءكم أو صباحكم حيثما كنتم. شكرا على خير في المحاضرة الثانية.